بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل. إن شاء الله هنكمل مع بعض النهاردة شرح كورس الكيمياء الهندسية لطلبة الفرقة الإعدادية بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، وهيكون معاكم الباشمهندس أحمد عادل يقول. معادنا النهاردة إن شاء الله مع شرح الباب الرابع اللي بعنوان الكيميكال إيكوليبرام أو الاتزان الكيميائي. في البداية عايزين نعرف يعني إيه اتزان كيميائي. الاتزان الكيميائي هو عبارة عن الحالة اللي بيحصل فيها تساوي لمعدل التفاعل الطردي مع معدل التفاعل العكسي. يعني إيه الكلام ده يا باشمهندس؟ يعني على سبيل المثال لو عندي معادلة فيها الـ A والـ B بيتفاعلوا مع بعض ويديني C و D، المعادلة دي كان متوقع إيه اللي يحصل فيها أو إيه التغير في التركيز اللي يتم في المعادلة دي؟ لو جينا نشوف مع بعض الرسمة بتاع التغير، رسمنا على المحور الرأسي التركيز وعلى المحور الأفقي الزمن. كان في البداية متوقع إن تركيز المتفاعلات يكون قيمته كبيرة ومع مرور الوقت التركيز يقل لحد ما يوصل للصفر، وكان تركيز النواتج عندي في البداية قيمته صفر ومع مرور الوقت يزيد لحد ما يوصل لأعلى قيمة. ده الكلام اللي كان متوقع على أساس إن التفاعل اللي عندك بيتم بنسبة 100%، بس فعليا الكلام ده ما بيتمش. إيه اللي بيتم بقى؟ اللي بيتم إن تركيز الـ A والـ B اللي هما المتفاعلات بيكون كبير فعلا في الأول، بس بيقل لحد قيمة معينة وبعد كده يثبت التركيز اللي عندي أو تثبت قيمة التركيزات. وتركيز النواتج بيكون قيمته صغيرة في البداية ومع مرور الوقت بيزيد لحد ما يوصل قيمة معينة وبعد كده قيمته تثبت في النهاية. طب هل معنى الكلام ده ان التفاعل بتاعي وقف او ما عادش موجود؟ لا، التفاعل لسه شغال عادي خالص، بس كل ما الـ A والـ B تحلوا مع بعض وتحولوا لـ C و D، ترجع الـ C والـ D تحلوا مع بعض تاني ويحولوا لك A و B. الكلام ده بنسميه الديناميك ايكوليبرام او الاتزان الديناميكي، يعني في حركة في الاتجاهين، الاتجاه المتفاعلات للنواتج واتجاه النواتج للمتفاعلات، وده كده اللي احنا بنسميه الاتزان الكيميائي. وبتكون صورة المعادلة في الحالة دي مكتوب عندي فيه سهمين، سهم الشمال اليمين وسهم اليمين للشمال. بنسمي الاتجاه الـ A والـ B لما يتفاعلوا مع بعض بالاتجاه الطردي اللي هو السهم اللي ناحية اليمين، وبنسمي الاتجاه التاني بالاتجاه أو التفاعل العكسي والسهم بتاعه يكون ناحية الشمال. ومن هنا جه مصطلح الـ Reversible Reactions اللي هي التفاعلات الانعكاسية اللي بيتم فيها اتحاد النواتج مع بعضها مرة تانية وتكوين الايه المتفاعلات اللي كانت موجودة في البداية. طب لو خدنا مثال على الكلام ده، عندي وليكن معادلة بتقول ال N2O4 هيديني 2NO2. الحالات بتاع الاتزان اللي ممكن تحصل عندي ايه هي؟ تقول يا باشمهندس انا ممكن يكون عندي زي ما لسه قايلين من شوية ان تركيز ان المتفاعلات في البداية قيمته كبيرة ويقل لحد ما يوصل لايه لقيمة ويثبت عليها، ونفس الكلام تركيز النواتج بيكون صفر ويزيد لحد ما يوصل لقيمة ويثبت عندها. طيب أو ممكن يحصل التزام من غير ما يحصل تقاطع للإيه للمنحنيات اللي عندي دي كلها، النواتج أو المتفاعلات قيمتها بتقل والنواتج قيمتها إيه بتزيد. الكلام ده يحصل بناء إيه؟ بناء على الظروف المختلفة، يعني حالات الاتزان اللي عندك أو كمية النواتج للمتفاعلات بتختلف على حسب الإيه الظروف الموجودة زي ما هنشوف كمان شوية. طيب ممكن يحصل حاجة تانية، ممكن يحصل مثلا اتزان بالحالة دي يكون عندك كمية المتفاعلات كانت هي اللي قليلة وكمية النواتج كانت هي اللي كتيرة، فيبتدي كمية النواتج هي اللي تقل لحد ما توصل لحالة الاتزان وكمية المتفاعلات هي اللي تزيد لحد ما توصل لحالة الاتزان. عايزين دلوقتي نتعرف على قانون الاتزان او الاكوليبرام لو. لو عندي معادلة AA زائد BB يديني CC زائد DD، وكان شكل الاتزان اللي عندي واخد الشكل ده زي ما قلنا من شوية، قانون الاتزان بيقول الكي اكوليبرم بيساوي تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات، وكل تركيز عندي مرفوع لأس عدد المولات الموجودة. بس في عندي شرط للقانون ده، ان القانون ده بيتطبق فقط عند حالة الاتزان. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني يتطبق عندي من اول الجزء ده كده، انما قبل كده ما ينفعش اطبق القانون ده. يبقى القانون عندي كي اكوليبرم تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات، الكلام ده كله فين؟ عند الاتزان. علما بأن الكي إيكوليبرام ده الثابت بتاع الاتزان، الـ A والـ B والـ C والـ D دول عدد المولات الموجودين في المعادلة، والـ A اللي عندي اللي مكتوبة بين أقواس مربعة دي بتعبر عن تركيز المادة A، وهكذا تركيز المادة C إلى آخره. طيب لو أنا عبرت بالتركيز بقيمة المولاريتي اللي هي عدد المولات لكل لتر، ساعتها بسمي الكي إيكوليبرام بالكي سي أو الكي كونسنتريشن. يبقى القانون بتاعي ممكن أكتبه بدل السبسكريبت إيكوليبرام اللي عندي ممكن اكتبه ايه؟ سبسكريبت سي، هما الاتنين نفس القانون طالما انا بعبر عن التركيز اللي عندي ده بالمولاريتي او بالمولارية. طب في عندي حاجة اسمها رياكشن كوشنت او ناتج او محصلة التفاعل.
التفاعل. عبارة عن ايه؟ قال لك عبارة عن النسبة بين كمية النواتج اللي عندك على النسبة بين المتفاعلات الموجودة. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني الكيو سي عندك بتساوي برضه تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات. طب ايه الفرق بينه وبين القانون اللي فوق؟ الفرق بينه وبين القانون اللي فوق ان القانون اللي فوق كان بيتطبق عند الاتزان، انما ده بيتطبق عند اي وقت. طب ايه فايدة الكيو سي يا باشمهندس؟ فايدتها ان انا بستدل بيها على اتجاه التفاعل اللي عندي. يعني لو قيمة الكيو سي اللي عندي كانت أكبر من الكي سي، معناها إن كمية النواتج اللي موجودة أكبر من كمية النواتج اللي هي عند الاتزان. طب أنا يهمني أو أنا عايز أوصل للاتزان فأعمل إيه؟ فلازم أقلل كمية الناتج اللي هي زيادة دي لحد ما أوصل لكمية النواتج اللي هي الإيه؟ المتزنة. يبقى أنا عشان أقلل كمية الناتج هعمل إيه؟ همشي في الاتجاه العكسي. يبقى لو قيمة الكيو سي عندي كانت أكبر من الكي سي، ساعتها انا همشي في الاتجاه الايه؟ العكسي اللي هو تكوين المتفاعلات، بهمشي في اتجاه الريفرس رياكشن. طيب لو قيمه الكيو سي كانت اقل من الكي سي، يبقى انا همشي في الاتجاه الطردي. ليه يا باشمهندس؟ لان معناها ان تركيز النواتج اللي هنا كان اقل من تركيز النواتج عند الاتزان، فساعتها انا برضو عايز اوصل لحاله الاتزان، يعني عايز ازود النواتج اللي عندي دي. ازودها ازاي؟ بان انا امشي في الاتجاه الطردي. تمام كده؟ يبقى لو الكيو سي اللي عندك كانت اقل من الكي سي، هنمشي في الاتجاه تكوين نواتج اللي هو الاتجاه الطردي. طب لو كيو سي بتساوي الكي سي، ساعتها انت موجود في حاله الاتزان، يعني التفاعل اللي عندك بيتحرك فين؟ في الاتجاهين طردي وعكسي. عايزين نعرف دلوقتي اتزان الحاله الغازيه او الجاز فيز ايكوليبرام. لو احنا عندنا درجه حراره معينه وكان عندي تفاعل A و B بيديني C و D، كان ساعتها الكي كونسنتريشن اللي عندي كان بيساوي تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات. طيب يا باشمهندس، احنا دلوقتي بنتكلم على الغاز، والغاز ليه قانون مميز اللي هو القانون العام بتاع الغازات، بيقول ان البي في بتساوي ان ار تي، يعني البي اللي عندك بتساوي ان على في ار تي. هو التركيز اللي هنا ده يا باشمهندس كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن مولاريتي. المولاريتي عندي عباره عن ايه يا باشمهندس؟ عباره عن ان على في. يعني لو عندي درجه حراره ثابته والار اللي هو الثابت العام للغازات، يعني الجزء ده كله على بعضه بقى ايه؟ بقى ثابت. يبقى التغير في التركيز اللي عندي بيعادله تغير في مين يا باشمهندس؟ تغير في الضغط. ساعتها انا ممكن احسب نسب الاكوليبرم اللي عندي عن طريق نسب الضغوط. فهسمي القانون في الحاله دي الكي بريشر او الكي بي. بيساوي ايه يا باشمهندس؟ بيساوي الضغوط بتاع النواتج على الضغوط بتاع المتفاعلات، وكل ضغط عندي مرفوع له عدد المولات بتاعته. الكلام ده خاص بمين؟ الكلام ده خاص بالمواد الغاز او تفاعلات الغاز. ونفس الكلام القانون ده بيتطبق فين؟ بيتطبق عند الاتزان. طب لو انا عايز اجيب العلاقه بين الكي بي يا باشمهندس والكي سي، اجيبها ازاي؟ بسيطه جدا، هنجيبها من نفس القانون. المفروض عندك ان البي جبنا منها الكي بي، والان على في جبنا منها الايه؟ الكي سي. فاضل ايه يا باشمهندس؟ فاضل الترم بتاع الار تي. يبقى الترم بتاع الار تي هيبقى مشترك معايا في كل القيم او كل الاقواس الموجوده دي. يعني الار تي هنا تبقى مرفوعه الاس سي ومرفوعه الاس دي ومرفوعه الاس اي مرفوعه الاس بي. ففي الاخر خالص بكتبها ار تي مرفوعه الاس دلتا ان، حيث الدلتا ان اللي عندي عباره عن ان برودكت ناقص الان رياكتنت، يعني السي والدي ناقص الاي والبي. في عندي حاجه اسمها الاتزان الغير متجانس او الهيتروجينيوس ايكوليبرم. عشان نعرف موضوع الاتزان الغير متجانس ده، نعرف الاول يعني ايه اتزان متجانس. الاتزان المتجانس ده الاتزان اللي بيحصل لما يكون كل المتفاعلات والنواتج اللي عندك في نفس الحالة. على سبيل المثال لو عندي معادلة N2 مع 3 H2 بيديني 2 NH3، وكان كل المواد اللي عندي في نفس الحالة اللي هي الحالة الغازية، ساعتها كنت بقول الثابت بتاع الاتزان بيساوي تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات، وكل واحد مرفوع له أس عدد المولات اللي عندي. طيب فرق ايه يا باشمهندس الهيتروجينيوس بقى عن الهوموجينيوس؟ هقول لك في الهيتروجينيوس الاتزان بيحصل لما يكون المتفاعلات والنواتج مش في نفس الحاله، يعني في عندي اكتر من حاله، زي المعادله دي كده. عندي الحديد كان حالته سوليد، وال H2O كان حالته غاز، بعد كده اكسيد الحديد سوليد، بعد كده الهيدروجين حالته ايه؟ غاز. يفرق في ايه يا باشمهندس عندي؟ يفرق في المعادله بتاع الاتزان. لما اجي اكتب معادله الاتزان هلاقي المعادله بتساوي ال H2 اس 4 على ال H2O اس 4. طب واحد هيقول لي يا باشمهندس فين تركيز اكسيد الحديد هنا وفين تركيز الحديد هنا؟ ما ظهرش معايا في المعادله ليه؟ هقول له اللي بيظهر عندك في معادله الاتزان هما حاجتين، المواد الغاز
والمواد الأقوس. باقي المواد دي ما بتظهرش معاك. ليه يا باشمهندس؟ هقول لك، لأن على عكس الغاز والمحاليل، المواد الصلبة والمواد السائلة مفيش تغير في التركيز بتاعها، يعني التركيز بتاعها بيكون ثابت، والمعادلة بتاع الاتزان اللي عندي بتقيس الإيه؟ بتقيس التركيزات أو تغير التركيزات. فبالتالي أي متفاعلات أو نواتج بتكون في الحالة الليكويد أو السوليد ما بتظهرش معايا فين؟ ما بتظهرش معايا في المعادلة وأنا بكتب الكي سي أو الكي إيكوليبرام اللي عندي. الكلام ده جه منين يا باشمهندس؟ الكلام ده جه من الكثافه. كثافه المواد الصلبه والمواد السائله بتكون ثابته. انت عندك الكثافه بتساوي الام على الفي. المفروض عندك ان الام بتساوي عدد المولات في كتله المول الواحد، يعني الكثافه اللي عندك بتساوي ان على في في الام ام. طيب انت بتعوض بالتركيز في معادله الاتزان اللي هو الان على الفي. طب اذا كانت كثافه المواد السائله والمواد الصلبه ثابته وكتله المول بتاعها ثابت، يبقى بالتالي ال ان على في هيكون ايه؟ هيكون ثابت. يبقى تركيز المواد الصلبه والمواد السائله بيكون ثابت ما بيتغيرش، فبالتالي ما بيدخلش معايا فين؟ في المعادله. طب هل معنى يا باشمهندس ان هي ما تدخلش معايا في المعادله نعوض عنها بصفر؟ لا طبعا، احنا بنعوض عنها بكام؟ بنعوض عنها بواحد. يبقى حتى الان المواد الصلبه والمواد السائله ما يدخلوش معايا في معادله التركيز او معادله الايكوليبر. طب المواد الاقوس والغاز فرقت فيها يا باشمهندس؟ هقول لك تعالى كده نشوفها مع بعض واحده واحده. في المواد الاقوس معروف عندي ان المولاريتي بتساوي الان على الفي. انا بسهوله ممكن اغير تركيز المحلول بان انا ازود كميه ماده مذابه، وبالتالي ازود الان، فبالتالي التركيز اللي عندي قيمته تختلف، فيظهر معايا فين؟ في معادله الالتزام. نفس الكلام في الغاز. الغاز عندي المفروض ان الضغط بيساوي الان على الفي ار تي. لو انا غيرت قيمه الضغط، قيمه التركيز اللي عندي هتتغير، وبالتالي تدخل معايا فين؟ في معادله الالتزام. يبقى الخلاصة إن المواد الأقوس والغاز هما بس اللي بيدخلوا معايا في معادلة الاتزان، والمواد الصلد والليكويد ما بيدخلوش معايا في حسابات الاتزان، بعوض عنهم بكام؟ بواحد. لو جينا نفتكر مع بعض قاعدة لو شاتيليه اللي كانت بتقول لو عندك أي جسم في حالة اتزان كيميائي وأثرت عليه بمؤثر خارجي زي درجات الحرارة أو الضغط والتركيز، فالنظام اللي عندك بيتحرك في عكس الاتجاه بتاع التغيير ده عشان يحافظ على حالة الاتزان اللي كانت موجودة في البداية. طب احنا عنوان الشابتر بتاعنا بيتكلم عن الاتزان الكيميائي، والقاعدة دي كانت بتتناول الاتزان الكيميائي، يبقى لازم ايه؟ نشوف تأثيرها معنا ايه. تأثير القاعدة دي بيظهر معايا في دراسة العوامل اللي بتأثر على حالة الاتزان. تخيل معايا كده معادلة بتقول 2 اي جاز زائد 5 بي ليكويد هيديني 1 سي سوليد زائد 3 دي جاز. كانت الدلتا اتش بتاع المعادلة دي بالإشارة الموجبة. دلتا اتش هنا بتعبر عن كمية الحرارة الناتجة عن التفاعل أو الممتصة في التفاعل الكيميائي. أول عامل عندي هدرس تأثيره هو التركيز أو الكونسنتريشن. لو أنا غيرت التركيز، إيه تأثيره على حالة الاتزان اللي عندي؟ بنلاقي إن زيادة التركيز أي مادة بيخلي التفاعل يمشي في اتجاه نقصان المادة دي. يعني لو أنا على سبيل المثال زودت تركيز المادة A، التفاعل بتاعي هيمشي في أنهي اتجاه؟ هيمشي في اتجاه نقصان المادة A. طب فين اتجاه نقصان المادة A؟ اللي هو الاتجاه الطردي. طب يا باشمهندس لو أنا قللت تركيز المادة دي، هيحاول التفاعل إن هو يزود التركيز بتاع المادة دي. طب فين اتجاه زيادة التركيز بتاع المادة دي؟ هلاقي اللي هو الاتجاه الطردي من المعادلة. طب تاني عامل عندي أو تاني فاكتور بيأثر على حالة الاتزان وهو البريشر أو الضغط. الضغط عندي لما ازود قيمه الضغط بيخلي التفاعل يمشي في اتجاه عدد المولات الاقل. طب لو انا زودت الضغط في المعادله اللي عندي دي يا باشمهندس، فين اتجاه عدد المولات الاقل؟ هتقول لي هنا 2 و5 يبقوا 7، وهنا 1 و3 يبقوا 4، يبقى يمشي في الاتجاه الطردي. هقول لك الكلام ده غلط. ليه يا باشمهندس؟ اصل الضغط اللي عندك بيأثر على المواد الغاز فقط. بيأثر على ايه؟ على المواد الغاز فقط. يبقى لما اجي احسب عدد المولات القليلة احسبها للمواد الغاز اللي عندي بس. يبقى عندي عدد المولات هنا 2، وعندي هنا عدد المولات 3. يبقى لما ازود الضغط هيمشي في اتجاه عدد المولات الاقل اللي هو ناحية الشمال، يبقى يمشي في الاتجاه العكسي. تالت فاكتور معايا هو التمبريتشر او درجة الحرارة. زيادة درجة الحرارة بتخلي التفاعل يمشي في الاتجاه الاندوثيرميك رياكشن او التفاعل الماص للحرارة. يعني ايه كلمة اندوثيرميك رياكشن؟ كلمة اندوثيرميك رياكشن معناها ان الدلتا اتش اللي عندك بالموجب، يعني التفاعل اللي عندك هيمتص حرارة. هيمتص ايه؟ حرارة. فعشان كده بنسميه تفاعل ماص للحرارة. بيكون صورته عاملة ازاي يا باشمهندس التفاعل الماص ده؟ التفاعل ماص للحرارة معناه ان المتفاعلات
لازم لها حرارة عشان تتحول لإيه؟ لنواتج. طب النوع التاني اسمه اكزوثيرميك رياكشن او تفاعل طرد الحرارة، بلاقي ان الدلتا اتش بالسالب، معناه ان المتفاعلات اللي عندي بتخرج الناتج ومعاه كمية حرارة بتخرج في النواتج اللي عندي. يبقى لو انا زودت درجة الحرارة يا باشمهندس، التفاعل بتاعي يمشي في انهي اتجاه؟ يمشي في الاتجاه الماص للحرارة. طيب على سبيل المثال معادلة زي دي كده، لو انا زودت لها درجة الحرارة، فين الاتجاه الماص؟ هقول لك الدلتا اتش كاتبها لي بالموجب، معناه ان الاتجاه الطردي هو اتجاه الاندوثيرميك. يبقى لو زودت درجة الحرارة يمشي في الاتجاه الماص للحرارة اللي هو الاتجاه الطردي اللي عندي. رابع عامل عندي وهو الكاتاليست او العامل الحفاز، هنلاقي ان العامل الحفاز ملوش اي تأثير على حالة الاتزان. طب هو انا بستخدمه ليه اساسا يا باشمهندس؟ انا بستخدم العامل الحفاز عشان يزود لي سرعه التفاعل في البدايه ويخليني اوصل لحاله الاتزان بصوره سريعه. طب بعد ما اوصل لحاله الاتزان تاثيره بيكون ايه يا باشمهندس؟ تاثيره بيكون صفر. ليه؟ لانه بيزود التفاعل الطردي والتفاعل العكسي بنفس المعدل. يعني لو انا زودت يا باشمهندس كميه العامل الحفاز وانا عند حاله الاتزان، هلاقي ان التفاعل بيمشي في الطردي والاتجاه العكسي بنفس المعدل، يعني مفيش تغيير في حاله الاتزان، فبالتالي مفيش تاثير للعامل الحفاز اللي عندي. لو جينا نشوف مع بعض احد التطبيقات الهامه لمبدا لوشاتيه، وهو عمليه الهيبر بروسيس او تصنيع الامونيا. الامونيا عندي بتتكون ازاي؟ الامونيا بتتكون عن طريق ان انا بجيب غاز النيتروجين من الهواء الجوي مع غاز الهيدروجين من ناتشورال جاز او الميثان، يتفاعلوا مع بعض يكون لي غاز النشادر اللي هو ال NH3. والتفاعل اللي عندي بيكون تفاعل انعكاسي، يعني بيحصل في الاتجاهين الطردي والعكسي. قيمه الدلتا اتش اللي عندي بتكون سالب 92 كيلو جول لكل مول، يعني التفاعل اللي عندي بيكون تفاعل طارد للحراره. الكي بي عندي قيمتها بواحد 45 في 10 سالب 5. الكلام ده عند درجه حراره مقدارها 500 درجه، وعند ضغط مقداره من 200 ل 500 اتموسفير. واحد هيقول لي يا باشمهندس المعادله اللي حضرتك كاتبها المفروض ان التفاعل طارد الحراره، طب ازاي انا بعمل التفاعل عند درجه حراره عاليه؟ لما تعمل التفاعل عند درجه حراره عاليه، معناه ان التفاعل يمشي في الاتجاه المص الحراري اللي هو الاتجاه العكسي، يعني يقلل لي من كميه الناتج ويزود لي كميه المتفاعلات على عكس ما انا عايز. طب هو انا ليه يا باشمهندس اشتغلته بقى عند درجه حراره عاليه؟ هقول لك انا اشتغلت عند درجه حراره عاليه لان التفاعل لو انا اشتغلته عند درجه حراره قليله بيكون معدله بطيء جدا، فبالتالي بياخد وقت طويل عشان يكون لي الناتج. انا عايز التفاعل اللي عندي يتم بسرعه، عشان التفاعل يتم بسرعه بزود درجه الحراره. طب لما ازود درجه الحراره يا باشمهندس بوصل لحاله الاتزان، بتقلل لي كميه الناتج. اعوض الموضوع ده ازاي؟ قال لك تعوض الموضوع ده عن طريق بانك تزود الضغط. ازاي؟ لو انا زودت الضغط التفاعل بيمشي في اتجاه عدد المولات الاقل. نشوفها مع بعض كده. المتفاعلات عندي هنا واحد وهنا ثلاثة، يعني عندي عدد مولات باربعة، وهنا عندي اتنين، يبقى عدد المولات الاقل هو فين؟ في النواتج. يبقى انا لو زودت الضغط هيمشي فين؟ في اتجاه تكوين الناتج اللي هو ال NH3. يبقى انا بعوض نقصان التركيز بتاع النواتج في حالة الاتزان بزيادة درجة الحرارة عن طريق ان انا بزود الضغط، فبالتالي ايه؟ اعوض القيمه دي. طب هو انا ليه في الاساس بستخدم درجه حراره عاليه؟ بستخدم درجه حراره عاليه عشان اسرع من سرعه التفاعل في البدايه خالص، فبالتالي اوصل لحاله الاتزان بسرعه. نشوف مع بعض الكلام ده بيتم ازاي بالرسمه. المفروض عندك النيتروجين والهيدروجين يتحدوا مع بعض، يدخلوا من هنا كده في وجود تسخين لدرجه حراره من 400 ل 500، وجود العامل الحفاز. زي ما قلنا العامل الحفاز بيخليني اوصل لحاله الاتزان بسرعه، بس بعد ما اوصل لحاله الاتزان ملوش تاثير عندي على حاله الاتزان. النيتروجين والهيدروجين يحصل لهم تفاعل مع بعض، يطلع عندي النشادر مع الكميه المتبقيه من الهيدروجين والنيتروجين، يعدوا كلهم على مكثف. المكثف ده بيبتدي ايه؟ يكثف الغازات دي. طب غاز النشادر اللي عندي نقطه التكثيف بتاعته صغيره، فبالتالي بيتكثف اول واحد. طب لما النشادر عندي يتكثف هيتحول لليكويد، بجمعه من تحت خالص، بوصل انا لنقطه التكثيف بتاع الايه؟ الامونيا بس. فبالتالي الهيدروجين والنيتروجين بيفضلوا في الحاله الغاز زي ما هم، يعدوا من هنا كده ويلفوا تاني ويرجعوا يدخلوا للايه؟ للرياكتور اللي عندي او المفاعل اللي عندي من جديد، فبالتالي يحصل لهم تفاعل مره تانيه. الموضوع ده كده بنسميه ريسايكلينج، ان انا بعمل تدوير للهيدروجين والنيتروجين اللي عندي اللي ما حصلهمش تفاعل. لو انا ما عملتش التدوير ده ايه اللي بيتم؟ لو انا ما عملتش التدوير ده بلاقي ان 15% بس
من المتفاعلات هي اللي بيحصل لها استهلاك، يعني في السايكل الواحدة أو في الدورة الواحدة كمية المتفاعلات اللي أنا بستهلكها 15% بس. طب لما بعمل لها ريسايكل كده، يعني كل شوية برجع الكمية الغير متفاعلة تاني، بوصل لنسبة استهلاك بتوصل ل 98%. لو جينا نشوف مسألة على مبدأ لوشاتيليه، مسألة عندي بتقول تفاعل التفكك بتاع ال NH4HS بيتفكك إلى NH3 وH2S، والتفاعل اللي عندي ده كان تفاعل endothermic process، تفاعل مصل الحرارة. عايز يعرف باستخدام مبدأ لوشاتيليه زيادة درجة الحرارة تأثيره إيه على وضع الاتزان. تاني حاجة، لو أنا زودت كمية ال NH4HS إيه اللي هيحصل للاتزان اللي عندي؟ رقم C عندي بيقول لي لو أنا ضفت NH3 إيه اللي يحصل؟ رقم D بيقول لي إيه تأثير أو إيه اللي هيحصل للضغط بتاع ال NH3 لو أنا شلت كمية من ال H2S. الحل بتاعنا، أول حاجة عندي المعادلة نكتبها ونتأكد إن هي إيه موزونة. المعادلة عندي بتقول NH4HS solid بيتفكك إلى NH3 جاز مع ال H2S جاز، وكانت الدلتا H عندي بالموجب لأن التفاعل اللي عندي endothermic reaction. أول حاجة عندي رقم إيه كان بيقول فيها إيه؟ كان بيقول هزود درجة الحرارة. إحنا عارفين إن زيادة درجة الحرارة بيخلي التفاعل يمشي في اتجاه المصل الحرارة اللي هو الاتجاه الطردي، يبقى رقم إيه عندي؟ التفاعل هيمشي في الفورورد reaction. طيب تاني حاجة عندي بيقول لي لو أنا ضفت كمية من ال NH4HS، فين الكمية دي يا باشمهندس؟ الكمية دي موجودة فين؟ في المتفاعلات، يبقى المفروض تزود لي النواتج. أقول لك يا باشمهندس خلي بالك من حاجة، الكمية اللي أنت زودتها دي أنت زودتها على حالة الاتزان. طب نوع المادة اللي عندك إيه؟ نوع المادة سوليد، وإحنا قلنا المواد السوليد والمواد الليكويد ما بتأثرش على حالة الاتزان أو ما بتأثرش على الاتزان اللي عندي، فبالتالي هيكون التأثير الموجود مفيش تأثير. طيب رقم سي، رقم سي بيقول لك انا عايز اضيف NH3، لو انا ضفت كمية NH3 ايه اللي هيحصل؟ التفاعل اللي عندي هيمشي في اتجاه نقصانها اللي هو الاتجاه العكسي، يبقى رقم سي عندي اتجاه التفاعل هيكون reverse direction. طب اخر حاجة عندي رقم دي، رقم دي بيقول انا هشيل ال H2S، لو انا شلت ال H2S التفاعل هيحاول يعوض الكمية اللي انا شلتها فيمشي في الاتجاه الطردي. طب لما يمشي في الاتجاه الطردي معناها ان ال NHC كميتها هتزيد، وبالتالي الضغط بتاعها ايه؟ هيزيد، يبقى تأثيرها على الضغط ان قيمة الضغط اللي عندي هيحصل له زيادة. طيب مسألة تانية بيقول لي عندي تفاعل 4 NH3 زائد 3 O2 هيديني 2 N2 زائد 6 H2O liquid. طيب عايز يعرف اول حاجة كمية الامونيا اللي عندي عند الاتزان هتتأثر ازاي؟ رقم واحد لو انا شلت الاكسجين، رقم اتنين لو انا ضفت نيتروجين، رقم تلاتة ضفت مية، اربعة عملت تمدد للوعاء اللي عندي، خمسة عملت زيادة لدرجة الحرارة، ورقم بي عندي بيقول لي ايه العوامل اللي ممكن تغير لي او تزود لي من قيمة الكيو من الخمس عوامل اللي موجودين فوق، وايه الحاجات اللي ممكن ايه تقللها. نشوف مع بعض الحل. اول حاجة زي ما قلنا نكتب المعادلة بتاعتنا ونتأكد اللي هي موزونة. طب اول حاجة بيقول لي انا عايز اعرف تأثير التغيرات اللي تحت دي كلها على كمية الامونيا، فين كمية الامونيا اللي عندي اللي هي ال NH3. شوف اول حاجة رقم واحد لو انا شلت ال O2، لو انا شلت ال O2 التفاعل اللي عندي هيحاول يعوض الفقد ده فيمشي في اتجاه تكوينها، يبقى يمشي في الاتجاه زيادة ال NH3. طيب يبقى اول حاجة رقم A ال NH3 هيحصل لها زيادة. طب لو انا ضفت N2، ال N2 موجود فين؟ موجود في الاتجاه بتاع النواتج. لو انا ضفت N2 هيحاول هو يقلله، يقلله ازاي؟ بان يمشي في اتجاه المتفاعلات. طب اتجاه المتفاعلات هو اتجاه زيادة ال NH3، يبقى برضو رقم 2 يحصل زيادة لل NH3. طب رقم 3 بيقول لي انا ضفت مية، انا في وضع الاتزان وبضيف مادة ليكويد او مادة سوليد، قلنا المواد السوليد او الليكويد ما بتأثرش على وضع الاتزان فبالتالي مفيش تأثير عندي. طب رقم 4 عملت تمدد للوعاء اللي عندي، ايه اللي يحصل؟ لو انا عملت تمدد للوعاء يعني عملت زيادة للحجم، ايه اللي يحصل للضغط؟ زيادة الحجم تؤدي الى نقصان الضغط، فبالتالي الضغط اللي عندي هيقل، يبقى كأنه دلوقتي بيقول لي ان انا قللت الضغط. طيب يا باشمهندس انا عارف لما ازود الضغط كان بيمشي في اتجاه عدد المولات الاقل، طب لما اقلل الضغط هيمشي في اتجاه عدد المولات الاكبر، فين اتجاه عدد المولات الاكبر؟ هتقول لي هنا 8 وهنا 7، اقول لك لا طبعا غلط، احنا بنشتغل على مين؟ على الغاز بس. هنا 2 وهنا كام؟
3 و4 اللي هم 7 مولات. انا قللت الضغط يبقى يمشي في اتجاه عدد المولات الاكبر اللي هو الاتجاه العكسي، يعني اتجاه زياده ال NH3، وبالتالي ال NH3 برضه هيحصل لها زياده في الحاله دي. طيب رقم 5 بيقول لي انا زودت درجه الحراره. احنا عارفين طبعا ان زياده درجه الحراره بتخلي التفاعل يمشي في الاتجاه الماص للحراره. طب الاتجاه الطردي عندي ماص ولا طارد؟ لا ده الاشاره سالب، معناه اللي هو طارد للحراره. طب فين الاتجاه الماص للحراره؟ الاتجاه العكسي. طب الاتجاه العكسي هو اتجاه تكوين ال NH3، يبقى زياده درجه الحراره بتسبب زياده في كميه ال NH3. يبقى كل العوامل حتى الان بتزود ال NH3 فيما عدا العامل رقم 3 اللي ملوش تاثير عندي على وضع الاتزان. طيب رقم بي بيقول لي ايه الحاجات اللي ممكن تزود لي قيمه الكيو، تمام، وايه الحاجات اللي ممكن تقللها. هنلاقي ان كل العوامل اللي عندي ممكن تزود قيمه الكيو ما عدا رقم 3، لان كل الحاجات التانيه دي كلها تغييرها او تاثيرها ممكن يأثر على الكيو فيما عدا رقم 3 هو اللي ملوش تأثير على الاتزان اللي عندي، فبالتالي ما بيأثرش على قيمة الكيو اللي أنا ممكن أحسبها. لو جينا نشوف دلوقتي مسألة على ثابت الاتزان أو قانون الاتزان، مسألة بتقول واحد عمل تفاعل ديكومبوزيشن للـ NO بتركيز 4 مولاريتي في البداية، تركيز الاتزان للأكسجين والنيتروجين وصل لواحد 82 مولاريتي، عايز يحسب قيمة الـ KC. الحل بتاعنا اول خطوة اكتب المعادلة الموجودة واتأكد ان هي موزونة كويس. المعادلة عندي بتقول 2NO هيديني O2 زائد N2. المفروض ان الكيسي قانونها بيقول ايه؟ تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات، كل واحد مرفوع لأس عدد المولات اللي عندي. كل المواد كانت في الحالة الغاز فكلها تدخل معايا في المعادلة الموجودة. طيب نعوض كده، واحد هيقول لي يا باشمهندس هنا الـ O2 بواحد 82 والN2 برضه بواحد 82 والNO بأربعة مولاريتي. هقول له الكلام اللي أنت بتقوله ده غلط ومش صحيح. ليه يا باشمهندس؟ لأن شرط المعادلة دي إن أنا أطبقها عند الاتزان. طب هل القيم اللي حضرتك قلتها دي عند الاتزان؟ هتقول لي أه يا باشمهندس ما هو قايل لي أهو الإكوليبريم كونسنتريشن بواحد 82. هقول لك جميل جدا، بس الكلام ده بتاع الأكسجين وبتاع النيتروجين، إنما بتاع أول أكسيد النيتروجين لأ، ده التركيز اللي هنا ده التركيز الابتدائي. طب يا باشمهندس انا عايز اعرف قيمه التركيز بتاعه عند الاتزان، اعرفها ازاي؟ فقال لك عشان نعرف القيمه دي بنعمل جدول صغير نعرف منه قيم التركيز عند الاتزان. الجدول ده فيه ايه؟ اول حاجه بنحط فيه المواد الموجوده عندي في التفاعل، بعد كده بنكتب التركيزات الابتدائيه للمواد دي. في البدايه طبعا كان عندي ال NO بس هي اللي لها تركيز وكانت قيمته ب4، النواتج اللي عندي كان قيمتها 0 و0. وبعد كده بكتب عدد المولات الموجودة في المعادلة اللي هي النسبة بتاعتهم. عدد المولات عندي بتاع الـ NO كان باتنين، الأكسجين بواحد والنيتروجين بواحد. بعد كده بكتب عشان أوصل للاتزان إيه التغيير اللي هيحصل عندي. هفترض إن أنا عشان أوصل للاتزان كنت محتاج أكون كمية مقدارها إكس من الأكسجين، يبقى أكيد بالنسبة والتناسب كنت هحتاج كام؟ كمية برضو مقدارها إكس من النيتروجين، وبالنسبة عدد المولات والنسبة والتناسب كنت هسهل الكمية كام؟ مقدارها 2 إكس من ال NO، لان نسبة عدد المولات كانت 1 1، وهنا كام؟ وهنا 2. يبقى عشان اوصل للاتزان انا محتاج استهلك كمية مقدارها 2 إكس، واستهلك يبقى الكمية دي هتقل فباخد الاشارة بتاعتها بالسالب، وهنا محتاج اكون كمية مقدارها إكس وهنا كمية مقدارها إكس. طيب التركيز بتاعي عند الاتزان بكام يا باشمهندس؟ انا في البداية كان معايا 4، استهلكت 2 إكس، يبقى تركيز عند الاتزان 4 ناقص 2 إكس. هنا الأكسجين كان معايا 0، كونت إكس، يبقى تركيزي في النهاية 0 زائد إكس اللي هي بي إكس. نفس الكلام هنا تركيزي في النهاية يكون إكس. طب اللي هو الراجل مديني التركيزات عند الاتزان للأكسجين والنيتروجين بكام؟ بواحد 82. يعني إيه يا باشمهندس؟ يعني قيمة التركيز بتاع الأكسجين وقيمة التركيز بتاع النيتروجين اللي هي بتساوي 1.82 هي برضه بتساوي قيمه الاكس منين؟ من الجدول بتاعنا هنا. يبقى من هنا هنجيب قيمه الاكس ب1.82، ساعتها ممكن اجيب قيمه التركيز بتاع ال NO عند الاتزان واقول له القيمه عندي هتساوي 4 ناقص 2 في 1.82 تطلع ب 36 من 100 مولاريتي. دلوقتي ممكن اروح للقانون واعوض واجيب قيمه الكي سي. الكي سي عندي هتساوي 1.82 اس 1 في 1.82 اس 1 على 0.36 اس 2، يطلع عندي الكي سي ب 25.559. مسألة تانية عندي بتقول
بيقول عندي كلوريد الفوسفور الخماسي BCl5، عملت له عملية تسخين فتفك إلى كلوريد الفوسفور الثلاثي مع غاز الكلوريد، يعني البي سي ال 5 هيديني بي سي ال 3 زائد السي ال 2. كان عندي وعاء سعته 2 لتر، في البداية خالص بدأت بتركيز مقداره 1/100 مول من كلوريد الفوسفور الخماسي، عايز يعرف الضغط الكلي النهائي عند درجة حرارة مقدارها 25 في حالة الاتزان. لو عرفت اللي عندك ان قيمة الكي سي عند نفس درجة الحرارة كانت قيمتها ب 4.15 × 10^2. الحل بتاعنا او الخطوة زي ما قلنا نكتب المعادلة ونتأكد اللي هي ايه موزونة. هو الراجل عايز مني ايه هنا يا باشمهندس؟ الراجل عايز مني الضغط عند حالة الاتزان، يعني الضغط في النهاية خالص. عشان اعرف الضغط عند حالة الاتزان لازم الاول اجيب التركيزات اللي عندي النهائية. طيب المفروض هو مديني قيمة الكي سي، انا عارف ان الكي سي بتساوي تركيزات النواتج على تركيزات المتفاعلات، كل واحد مرفوع له استعادة المولات بتاعته، والتركيزات دي زي ما قلنا بتكون عند حالة الاتزان. اجيب التركيزات دي ازاي يا باشمهندس، او اجيب النسب بينها ازاي؟ زي ما قلنا بنعمل جدول بنحط فيه المواد الموجودة وبنبتدي نعمل تتبع للتفاعل اللي عندي لحد ما نوصل لحالة الاتزان. اول حاجة بنحط الانيشال كونسنتريشن او التركيز الابتدائي. هو الراجل مديني عدد المولات الابتدائية ومديني الحجم الابتدائي، انا عارف ان التركيز بيساوي الان على الفي، فاروح اقسم 1/100 على 2 يديني 5 × 10^3، يبقى تركيز البي سي ال 5 ب 5 × 10^3. طب تركيز المواد النواتج اللي عندي بكام؟ في البداية بيكون 0 و0، بعد كده هكتب على طول التغير لحد ما اوصل للتركيز، مش لازم اكتب الخطوه بتاع عدد المولات دي لانها واضحه معايا من المعادله، النسبه 1:1:1. طب التغير لحد ما اوصل للتركيز، لو انا استهلكت اكس من الماده دي هكون اكس من الماده دي وهكون اكس من الماده دي، الكلام ده كله ليه؟ عشان نسبه عدد المولات كانت 1:1:1. تمام، يبقى انا كان في البدايه معايا 5 × 10^3، استهلكت سالب اكس، يبقى في النهايه عند الاتزان معايا 5 × 10^3 ناقص اكس، وهنا معايا اكس وهنا معايا اكس. المفروض الكي سي عندك تساوي تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات، اعوض كده واشوف القيمه بتاعتي، يبقى القيمه بتاعتي في النهايه 4 × 15 × 10^2 بيساوي الاكس تربيع على 5 × 10^3 ناقص اكس. طرفين في وسطين هكتب المعادله بتاعتي، تطلع عندي معادلة تربيعية، أحل المعادلة التربيعية دي على الآلة الحاسبة يطلع عندي الجذر أو الحل الأولاني قيمته 4 × 51 × 10^3، والحل التاني بسالب 4 × 6 × 10^2. طبعا مفيش عندي تركيز بالسالب، فالحل التاني ده هيكون حل مرفوض، يبقى الحل بتاعي يكون هو الحل الأولاني. طب الإكس اللي عندي دي يا باشمهندس كانت بتعبر عن إيه؟ الإكس اللي عندي كانت بتعبر عن تركيز كلوريد الفوسفور الثلاثي و تركيز الغاز بتاع الكلورايد اللي عندي، يبقى تركيز بتاع البي سي ال 3 وتركيز السي ال 2 الاثنين مع بعض هيساوي 4 × 51 × 10^3. نفس الكلام لما اجي احسب تركيز البي سي ال 5 هاخد القيمه بتاعتي اللي هي 5 × 10^3 واطرح منها الاكس، يبقى تركيز البي سي ال 5 عندي بقيمته في النهايه خالص ب 4 × 9 × 10 × 10^4 مولار. هو الراجل عايز ايه يا باشمهندس؟ الراجل عايز مني التوتال بريشر الموجود في النهاية. أنا عارف إن البي في الدي بتساوي إن آر تي، يعني البي اللي عندي بتساوي إن على في آر تي. دلوقتي يا باشمهندس أنا عايز البي توتال، يبقى هجمع التركيزات اللي عندي كلها وأضربها في الآر تي. يبقى لو عايز البي توتال اللي عندي هقول مجموع التركيزات بتاع المواد كلها مضروبة في الآر تي اللي عندي، يبقى قيمة البي توتال هتساوي التركيز الأولاني اللي عندي 4 × 10^10^4، التركيز الثاني 4 × 51 × 10^3، التركيز الثالث كان زيه برضه 4 × 51 × 10^3. الكلام ده كله اضربه في الار عندي اللي هي 8.31، بعد كده اضربه في درجه الحراره بالكلفن، يطلع في النهايه خالص ان قيمه الضغط اللي عندي ب 41.33 كيلو باسكال. هنلاحظ حاجه يا باشمهندسين في مسائل ثابت الاتزان او قانون الاتزان اللي عندي، المسائل بتيجي بطريقتين. اول طريقه ان هو يديني تركيز ماده معينه عند الاتزان ومنه اقدر احسب قيمه الكي سي ان انا اعوض في المعادله النهائيه على طول، ودي مفيش فيها مشكله. تاني طريقه ان هو يديني قيمه الكي سي نفسها ويبتدي يطلب مني التركيزات عند الاتزان او الضغط وهكذا. في الحاله دي ايه اللي بيحصل؟ في الحاله دي لما اجي استخدم
القانون بتاعي او المعادله بتاعتي، بلاقي في النهايه خالص ان انا طلع لي معادله من الدرجه الثانيه او الثالثه او الرابعه وهكذا. بحل المعادله دي واطلع قيم الروتس او الجذور اللي عندي بتاع الاكس، فعندي لو معادله درجه تربيعيه بيطلع عندي جذرين اكس واحد واكس اتنين. في المثال اللي قلناه كان القيم واضحه، كان في واحده منهم بالسالب وواحده ايه بالموجب، فالطبيعي اللي انا هرفض القيمه اللي بالسالب. طب لو كان عندك الجذرين كانوا بالموجب يا باشمهندس، هتقبل ده ولا ده، ولا هتقبل الاتنين مع بعض؟ في الحاله دي يا باشمهندس هتبتدي تعوض بقيمه الجذر اللي عندك. يعني لو كان مثلا الجذر اللي عندك قيمته وليكن اول جذر كان 4 في 1 51 من 100 في 10 في سالب 3، والاكس الثانيه مثلا كانت وليكن ب 5، ساعتها هتقبل الرقم ده ولا الرقم ده؟ هقول لك تعالى عوض كده بالرقم الثاني اللي هو بالموجب 5. لما اجي اعوض هنا اقول 5 في 10 بالسالب 3 ناقص 5، فبالتالي هيديني قيمه بالسالب التركيز، يبقى الرقم ده او الجذر ده هيكون رقم غير معقول او غير قابل للتطبيق عندي، فبالتالي هرفضه. يبقى انا بشوف الجذور اللي عندي ايهما هيديني قيمه منطقيه او هيديني قيم تركيزات بالموجب في الاخر، وده اللي بقبله. انما اي تركيز قيمته بالسالب او هيديني في التعويض قيمه بالسالب برفضه من البدايه خالص. تمام، سواء بقى كان معادله تربيعيه ولها جذرين، معادله تكعيبيه لها 3، او معادله بالدرجه الخامسه والسادسه وهكذا. عايزين نعرف دلوقتي يا باشمهندسين اتزان الاحماض والقواعد، او نعرف قيمه الكي اسيد اللي عندنا. طبعا احنا عارفين ان اي حمض بيدوب في الميه المفروض بيتكون عندي ايونات الهيدرونيوم الموجبه. ايونات الهيدرونيوم الموجبه دي بستخدمها في حساب حاجه اسمها البي اتش او الاس الهيدروجيني اللي عندي. تمام، طيب ازاي بقى اجيب التركيزات اللي عندي دي؟ فقال لك يا باشمهندس بنجيبها عن طريق الاتزان. دي معادله عندك موجود فيها تفاعلات ونواتج والحصل بينهم حاله اتزان. لو عايز اجيب قيمه الكي، الكي بتساوي تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات. الكلام ده حصل في حاله ان انا شغال على اتزان حمض وقاعده، فبدي له سبسكريبت ايه، يبقى هو نفس القانون القديم، كل اللي بغير عندي اللي انا المسمى من تحت كده او السبسكريبت اللي تحت ده بغيره. يبقى تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات، طبعا المتفاعلات عندي هنا كان ليكويد فبعوض عنها بواحد. بستفاد من الكلام ده كله في ايه يا باشمهندس؟ بستفاد من الكلام ده كله ان انا بحسب قيمه البي اتش زي ما قلنا. قيمه البي اتش بتساوي كام؟ قيمه البي اتش بيساوي سالب لوج تركيز الهيدرونيوم الموجب او تركيز الهيدروجين الموجب. يبقى انا بيبقى عندي معادله، بروح اعمل جدول، من الجدول ده بطلع التركيزات عند الاتزان واجيب قيمه تركيز الاتش 3 الموجب. اخدها اعوض بقى في القانون اللي تحت، يبقى جبت قيمه او تركيز الايه؟ البي اتش. ممكن تيجي لي بالعكس، يعني يكون مديني البي اتش واجيب منها ايه؟ تركيز الاتش 3 وموجب. اجيبها ازاي؟ بلاقي ان التركيز بتاع الاتش 3 وموجب بيساوي 10 اس سالب قيمه البي اتش اللي عندي. ناخد مثال على الموضوع ده. بيقول لي عندي قيمه الكي اي بتاع الاسيتيك اسيد كان ب 1.8 من 10 في 10 اس سالب 5، عايز يحسب قيمه البي اتش لما يكون عنده تركيز او محلول تركيزه مقداره 1 من 10 مولاريتي، والمعادله اللي عندي كانت بالصوره دي. الحل بتاعنا نكتب اول حاجه المعادله، وزي ما قلنا نتاكد المعادله ايه موزونه. المعادله عندي كانت موزونه مفيش فيها مشكله خالص. القانون عندي بيقول ايه؟ القانون عندي بيقول تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات. تركيز النواتج عندي بل اتش 3 وموجب في سي اتش 3 سي او او على الاسيتيك اسيد اللي عندي. طب التركيزات دي يا باشمهندس كانت عند الاتزان، عشان اعرف التركيزات عند الاتزان اروح اعمل الجدول بتاعي، اكتب فيه المواد الموجوده وابتدي اتتبع المواد اللي عندي او اتتبع التفاعل لحد ما اوصل لحاله الاتزان. اول حاجه الانيشال كونسنتريشن، تركيز الماده الاولانيه عندي كان مقداره 1 من 10، تركيز الميه اللي عندي ما يفرقش معايا لان الحاله كانت ليكويد، عندي تركيز النواتج كان بصفر وصفر في البدايه. بعد كده التغير في التركيزات دي لحد ما اوصل للاتزان من المعادله الموزونه، الاقي ان كل عدد المولات النسبه بينها 1 لـ 1 لـ 1 لـ 1، فبالتالي الماده الاولانيه لو قلت بمقدار سالب اكس، الماده الثانيه اللي عندي برضه هتقل بمقدار سالب اكس، والماده بتاع النواتج دي ودي هتزيد بمقدار اكس واكس. يبقى التركيز عند الاتزان دلوقتي هنا كان التركيز الابتدائي ب1 من 10، فقط قيمة أو تركيز مقداره سالب إكس، يبقى أنا القيمة بتاعتي 1 من 10 ناقص إكس، هنا ما يفرقش معايا لأن الحالة ليكويد، هنا إكس وهنا إكس. يبقى المفروض دلوقتي القانون بتاعي القيمة بتاعته هتساوي كام؟ القيمة بتاعته المفروض هتساوي إكس في إكس على 1 من 10 ناقص إكس. طب قيمة الكي إيه بكام يا باشمهندس؟ هو مديها لي ب1.8 من 10 في 10 أس سالب
5 طرفين في وسطين، هجيب المعادلة التربيعية بتاعتي، ابتدي احل المعادلة دي، اطلع قيمة الاكس 1 بواحد 33 من 100 في 10 سالب 3، قيمة الاكس 2 بسالب 1 35 من 100 في 10 سالب 3. طبعا القيمة اللي بالسالب مرفوضة، يبقى قيمة التركيز اللي عندي بالموجب 1 33 في 10 سالب 3 مولاري. طب قيمة التركيز دي يا باشمهندس عبارة عن تركيز الهيدرونيوم وعبارة عن تركيز الـ CH3CO سالب، يبقى القيمة عندي بواحد 33 لمين؟ لتركيز الـ H3O موجب. أنا عايز أحسب يا باشمهندس، أنا عايز أحسب قيمة الـ pH. طب الـ pH القانون بتاعها بيقول إيه؟ القانون بتاعها بيقول سالب لوج H3O موجب، أنا معايا تركيز الـ H3O موجب، أبتدي أعوض في القانون وأحسب قيمة الـ pH، تطلع معايا ب 2.9 من عشرة. هنتعرف دلوقتي مع بعض على حاجة اسمها التزان الذوبانية أو السولابيليتي إيكوليبرم. عموما المواد أو المركبات من ناحية الذوبانية في المية بتتقسم إلى ثلاث أقسام. أول قسم مواد قابلة للذوبان ونسميها سولابل كومباوند، ودي زي مثلا كلوريد الصوديوم، كلوريد الكالسيوم، وكبريتات الصوديوم. تاني نوع عندي ودي مواد غير قابلة للذوبان زي أكسيد المنجنيز وزي هيدروكسيد الحديد. النوع الثالث مواد قابلة للذوبان نسبيا، ودي بتتراوح قيمة الذوبان ليها من 1/10 لواحد جرام لكل 100 ملي لتر. طيب يا باشمهندس، لو عايزين نعرف ثابت الذوبانية أو السولابيلتي برودكت كونستانت اللي هو الـ KSP عبارة عن إيه الرقم ده؟ لو عندك معادلة ذوبان وليكن هيدروكسيد الكالسيوم اتفكك إلى أيونات كالسيوم وأيونات هيدروكسيد. لو أنت عايز تحسب الـ K بتاع المعادلة دي، المفروض الـ K بتاع المعادلة بتساوي تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات. النواتج اللي عندك، عندك الأيونات الكالسيوم والأس بتاعها بواحد لأن عدد مواتها بواحد، وأيونات الهيدروكسيد الأس بتاعها بكام؟ باتنين. طبعا المتفاعلات عندي كانت سوليد، فبنعوض عنها بكام؟ بنعوض عنها بواحد. الكي اللي انت حسبتها دي يا باشمهندس هي الكي العاديه خالص اللي انت تعرفها قبل كده كطريقه حساب. فرقت في ايه يا باشمهندس؟ فرقت انك حاسب الكي هنا لمعادله ذوبان، ان ماده او مركب صلب اتفكك الى ايونات موجبه وايونات سالبه، فبنديله سبسكريبت بيعبر عن الموضوع ده اللي هو اس بي السولابيلتي برودكت. يبقى كمعادله هي المعادله القديمه اللي احنا عارفينها، بس كمفهوم بتعبر عن حاجه دلوقتي ايه مختلفه، بتعبر عن ذوبانيه الايه المواد. طيب القيمه عندي هنا كام يا باشمهندس؟ 7.9 في 10 اس سالب 6، معناها ان الماده دي بتذوب بمعدل او باتزان او بثابت اتزان مقداره 7.9 في 10 اس سالب 6. طب لو عندي ماده تانية زي مثلا هيدروكسيد المغنيسيوم بتفكك الى ايونات مغنيسيوم موجبه وايونات هيدروكسيد سالبه، الكي بتاعتها بكام يا باشمهندس؟ كانت طالعة ب1.5 في 10 أس سالب 11. نفهم ايه من الأرقام دي يا باشمهندس؟ هلاقي هنا الرقم ده أكبر بكتير جدا من الرقم اللي تحت ده، فده معناه ايه؟ معناه إن المادة اللي فوق قابليتها للذوبان عالية، يعني المادة اللي فوق سهل جدا تتحول لأيونات موجبة أو أيونات سالبة، بينما المادة اللي تحت قابليتها للذوبان ايه؟ قليلة. ليه يا باشمهندس؟ لأن قيمة الـ KSP بتاعتها أقل بكتير من القيمة الايه؟ اللي فوق. طب ايه العلاقه بين الـ KSP والمولر سوليابيليتي؟ ايه علاقه ثابت الذوبانيه اللي عندي بالمولر سوليابيليتي؟ احنا طبعا عارفين ان السوليابيليتي عباره عن كتله المذاب اللي هتدوب في حجم معين من المذيب، ولو نفتكر القانون بتاعنا كان السوليابيليتي بتساوي الـ M سوليد على الـ V سولفنت. المولر سوليابيليتي بقى يا باشمهندس عباره عن ايه؟ عباره عن كميه او تركيز الماده الصلبه اللي هتدوب، بس معبر عن التركيز ده في صوره مولاريتي. احنا طبعا عارفين ان المولاريتي بتساوي ال N على ال V، حيث ال N اللي عندي كانت ال N سوليد وال V اللي عندي كانت ال V بتاع السوليوشن. يبقى المولر سوليابيليتي الذوبانيه الموليه اللي عندي عباره عن تركيز الماده الصلبه اللي عندي معبر عنه بالمولاريتي. طيب سؤال هنا يا باشمهندس، بيقول لي ينفع اعبر بالسولابيليتي كترم حجم او وزن سوليت على وزن سولفنت؟ هقول لك تعالى مع بعض نشوف الموضوع ده. في البدايه خالص انت عارف ان السولابيليتي عباره عن كتله الماده المذابه على حجم الماده المذيبه، دي كده بنسميها السولابيليتي العاديه خالص. الوحدات عندي جرام سوليت لكل لتر سولفنت. طيب انت عارف ان المولاريتي بتساوي ال N سوليت على ال V سوليوشن. لو انا عبرت بالسولابيليتي بالمولاريتي ساعتها بسميها المولر سولابيليتي، وحدتها ايه يا باشمهندس؟ وحدتها مول سوليت على كل لتر سوليوشن. طب لو انا خدت القيمه بتاع المولاريتي دي كده وضربتها في الام ام، يبقى عندي في النهايه خالص لان سوليت في الام ام على الفي سوليوشن، الان سوليت
في الام ام يا باشمهندس بتديني ايه؟ هتديني دلوقتي الكتله، يبقى انا حولت من عدد مولات لكتله ماده مذابه، يبقى في النهايه خالص بقى عندي ام سوليد على الفي سوليوشن. دي كده برضو بتعبر لي عن المولر سوليباتي، بس وحدتها يا باشمهندس بالجرام سوليد لكل لتر سوليوشن. يبقى انا المولاريتي العاديه بتعبر لي بوحده المول لكل لتر، لو عايز اعبر بوحده الجرام لكل لتر كل اللي اعمله هضرب في ايه؟ في كتله المول الواحد من الماده. طب انا عارف ان حجم المحلول تقريبا هو حجم الماده السولفنت، وبالتالي لو هو كان طالب مني جرام سوليد لكل لتر سوليوشن او لكل لتر سولفنت، هي برضو نفس الايه؟ نفس القيمه او نفس المعادله اللي انا اعملها، ان انا اضرب المولاريتي في الام ام. نفس الكلام برضو ان الكتله بتاع السوليوشن بتكون هي كتله الماده المذيبه اللي عندي، وبالتالي كثافه السوليوشن بتكون تقريبا هي كثافه الماده السولفنت، درجه الاختلاف بتكون ايه؟ قليله جدا. طيب في عندي صوره ثانيه ممكن اعبر بالسوليبيلتي عنها، اقول لك اه في صوره ثانيه اللي هي يا باشمهندس اللي هي ان انا اعبر بالكتله بتاع الماده المذابه على كتله الماده المذيبه، الام سوليد على الام سولفنت. بنجيبها ازاي يا باشمهندس؟ بنجيبها عن طريق ان انا بضرب المولاريتي العاديه في الام ام على الكثافه اللي عندي. يبقى في الحاله دي كده دي برضو بسميها مولر سوليبيلتي، بس الوحدات عندي بتكون جرام سوليد على جرام سولفنت. جه منين بقى يا باشمهندس القانون ده؟ جه اللي انت عارف ان الكثافه بتساوي الكتله على الحجم، فلو عندي كثافه السولفنت يبقى الام سولفنت على الفي سولفنت. لو جيت اضرب دلوقتي التلات ترمات دوت في بعض، حتى الان احنا كنا عارفين ان الام في الام ام بتساوي ام سوليد على الفي سوليوشن، يبقى ام سوليد على الفي سوليوشن. هقسمهم على الكثافه، يعني هقلب الكسر ده كده، يبقى في عندي في سولفنت في البسط والام سولفنت في المقام. احنا عارفين ان الفي سوليوشن كان تقريبا هو الفي سولفنت، فبالتالي الاثنين هيتروا مع بعض، يبقى في النهايه خالص الام في الام ام على دي هتساوي الام سوليد على الام سولفنت اللي احنا كاتبينها هنا. يبقى الخلاصه دلوقتي انا عندي كذا صوره بعبر بيها عن المولر سوليابيلتي. هو طالب مني ايه في المساله؟ طالب مني المول لكل لتر، هعوض بالمولاريتي العاديه خالص. طالب مني جرام لكل لتر، ساعتها هضرب الام اللي عندي في الام ام. طب طالب مني جرام سوليد لكل جرام سولفنت، ساعتها هضرب الام في الام ام واقسم على الكثافه. نشوف مع بعض مثال على الكلام ده. بيقول لي عايز اعرف المولر سوليابيلتي بتاع فوسفات الكالسيوم، لو عرفت ان الكي اس بي كانت ب 2 في 10 سالب 33، وافترض ان الكثافه بتاع الساتوريت سوليوشن كان مقدارها 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب، عايز يعرف السوليابيلتي بوحده الجرام من فوسفات الكالسيوم لكل 100 جرام من السولفنت اللي عندي، ومديني معادله التفاعل زي ما هي موجوده بالشكل ده كده. طبعا الحل بتاعنا اول حاجه ان احنا نشوف المعادله دي موزونه ولا مش موزونه. طبعا المعادله هو مديها لي موزونه جاهزه على طول، ابتدي اقول له قانون الكي اس بي بيساوي تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات. النواتج اللي عندك كان فيه كالسيوم، يبقى ايونات الكالسيوم مرفوعه الاس 3 وايونات الفوسفات مرفوعه الاس 2. طبعا المتفاعل عندي كان ماده صلبه فما تدخلش معايا في المعادله. المفروض المعادله دي التركيزات اللي بعوض بيها هي التركيزات عند الاتزان. اجيب التركيزات اللي عند الاتزان ازاي؟ زي ما عرفنا من شويه بنعمل جدول بنحط فيه المواد اللي عندنا وبنتتبع التفاعل بتاعي لحد ما اوصل لحاله الاتزان. في البدايه بحط تركيز الابتدائي، هنا تركيز الابتدائي للماده دي ما يفرقش معايا لان الماده سوليد فما تدخلش معايا في الحسابات فبكتبه سوليد. هنا الماده دي بصفر والماده دي بصفر انهم في النواتج. طب التغير يا باشمهندس في التركيز لحد ما اوصل للاتزان، هلاقي لو انا فقدت كميه مقدارها اكس من الماده دي يبقى انا هكون هنا 3 اكس وهكون هنا كام؟ 2 اكس بنسبه عدد المولات، يبقى هنا احط سالب اكس لان انا هقلل الكميه اللي عندي او افقد كميه، وهنا 3 اكس وهنا 2 اكس. التركيزات عند الاتزان الماده دي صلبه ما تفرقش معايا في الحسابات، هنا 3 اكس وهنا 2 اكس. يبقى في النهايه خالص لما اجي اعوض في قيمه الكي اس بي هلاقي القيمه بتاعتي 3 اكس اس 3 وهنا 2 اكس اس 2. يبقى الكي اس بي عندي هتساوي 108 اكس اس 5. طب هي الكي اس بي بتساوي كام يا باشمهندس؟ كانت بتساوي 2 في 10 اس سالب 33، يبقى القيمه دي هتساوي 108 في اكس اس 5. من هنا اجيب قيمه الاكس، تطلع قيمه الاكس ب 1.13 من 100 في 10 اس 7 مولاريتي. هي قيمة الاكس دي يا باشمهندس بتعبر عن ايه؟ قيمة الاكس بتعبر عن كمية المادة الصلبة اللي استهلكت في التفاعل اللي هي حصل لها ذوبان اللي هو عايزها يا باشمهندس المولر سوليابيلتي. يبقى الكمية دي كده
اللي انا طلعتها بواحد وتلتاشر من مية في عشرة اس سالب 7 مولاريتي. طب الكميه دي وحدتها ايه يا باشمهندس؟ الكميه دي كده وحدتها بالمولاريتي، يعني وحدتها بالمول لكل لتر. هو الراجل عايزها مني ايه؟ الراجل عايزها بوحده الجرام لكل 100 جرام. اعملها ازاي يا باشمهندس؟ نعملها واحده واحده كده مع بعض. احنا نعرف نجيبها جرام لكل جرام عن طريق ان انا بضرب الام ام في الدي، يبقى اقول له السولابيلتي بتاعتي عشان اجيبها بوحده الجرام على الجرام هاخد المولاريتي اللي طلعت اضربها في الام ام واقسمها على الدي. الام ام بكام يا باشمهندس؟ اروح احسبها الاول. عندي الصيغه بتقول Ca3PO4 باي 2، يبقى اقول له 3 في 40 زائد 2 في 1 في 31 زائد 4 في 16. طبعا القيم دي ما بنحفظهاش، بنجيبها من الجدول الدوري. يطلع عندي الام ام في النهايه ب 310 جرام. طب الكثافه عندي كانت بكام يا باشمهندس؟ الكثافه كانت وحدتها 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب. انا عندي هنا الوحده كانت باللتر، فانا محتاج احول السنتيمتر مكعب للتر، يبقى الكثافه عندي تطلع ب 1000 جرام لكل لتر. دلوقتي اقدر اعوض هنا، هقول القيمه بتاعتي 1.13 من 100 في 10 سالب 7 اللي هي الام، هضربها في الام ام اللي هي 310 واقسمها على الكثافه اللي عندي اللي هي قيمتها ب 1000. تطلع عندي في النهايه خالص التركيز ب 3.5 في 10 سالب 8 جرام من فوسفات الكالسيوم لكل جرام من الماده السولفنت اللي عندي اللي هي كانت الميه. طب هو عايز كده يا باشمهندس؟ لا، ده هو عايز لكل 100 جرام. يبقى ساعتها هقول له اضرب القيمه اللي عندك دي في 100، يبقى ساعتها تطلع عندي السولابيلتي ب 3.5 في 10 اس سالب 6 جرام من فوسفات الكالسيوم لكل 100 جرام من الميه. هنتعرف دلوقتي مع بعض يا باشمهندسين على حاجه اسمها ترسيب المواد الصلبه او السوليد بريسبيتيشن. لو خدنا على سبيل المثال الاتزان اللي بيحصل بين كربونات الكالسيوم والايونات بتاعته، المعادله المفروض بتقول كربونات الكالسيوم الماده الصلبه بتتحول الى او بتتفكك الى ايونات كالسيوم وايونات كربونات. قيمه الكي اس بي ثابت الذوبانيه اللي عندي كانت ب 8.7 في 10 اس سالب 9. طب يا باشمهندس لو انا عايز يحصل اتزان بين محلول بيتكون او بيحتوي على الايونات بتاع الكالسيوم ومحلول تاني بيحتوي على ايونات الكربونات، ايه اللي هيتم عندي؟ هقول لك هيتم عكس المعادله دي، ان الايونات بتاع الكالسيوم وايونات الكربونات هيبتدوا يتحدوا مع بعض ويكونوا لك راسب من كربونات الكالسيوم، ويحصل الاتزان بين الايونات وبين ايه؟ بين الراسب. قيمه الكي في الحاله دي ب 1.1 في 10 اس 10. طب يا باشمهندس ايه اللي تم هنا؟ اللي تم ان سيادتك لو عندك الايونات موجوده بتبتدي جزء منها يتحول الى ماده صلبه. طب لو عندك الماده الصلبه هي اللي موجوده يبتدي تتحول جزء منها لايه؟ الى ايونات، ويحصل بعد كده اتزان بين الايونات وبين المواد الصلبه. طب انا عايز ايه دلوقتي يا باشمهندس؟ انا عايز يحصل ترسيب للمواد الصلبه اللي عندي. بيتم ازاي؟ قال لك كون لي الايونات دي. طب اكون الايونات ازاي؟ قال لك هات لي محلول بيحتوي على ايونات الكالسيوم ومحلول تاني بيحتوي على ايونات الكربونات. على سبيل المثال لو احنا جبنا محلول نترات الكالسيوم اللي هو بيحتوي على ايونات الكالسيوم وجبنا محلول كربونات الصوديوم اللي هو بيحتوي على ايونات الكربونات، ايه اللي هيتم يا باشمهندس؟ هنلاقي ان ايونات الكالسيوم ابتدت تتحد مع ايونات الكربونات وتكون لي الماده الصلبه اللي هي كربونات الكالسيوم. طب ايه يا باشمهندس اللي يخلي الموضوع ده يحصل؟ اللي يخلي الموضوع ده يحصل يا باشمهندس ان ماده زي كربونات الكالسيوم الذوبانيه بتاعتها بتكون قليله او درجه الذوبانيه بتاعتها بتكون ايه؟ قليله، فلها قابليه للترسيب. فالمواد بتاعتها او الايونات اللي عندك بتبتدي تتحد مع بعضها وتكون لك ماده صلبه غير قابله للذوبان بنسبه كبيره، فبالتالي الماده دي يحصل لها عمليه ترسيب. طب ايه اللي يخلي الكلام ده يحصل؟ زي ما قلنا اللي يخلي الكلام ده يحصل ان في البدايه ما بيكونش عندي ماده صلبه، بيكون كل اللي موجود ايونات، فبتبتدي الايونات تتحد مع بعضها وتكون ماده صلبه. الكلام ده يفضل يحصل لحد امتى يا باشمهندس؟ لحد ما قيمه الكيو اللي عندك تساوي قيمه الكي، يحصل اتزان. ساعتها تثبت نسبه الايونات او كميه الايونات اللي عندك وتثبت كميه الماده الصلبه اللي عندك. طب الاسئله اللي بتيجي على الموضوع ده بتيجي ازاي؟ في الغالب هو بيكون مدي لك قيمه الكي اس بي. قيمه مين؟ الكي اس بي. طب الكي اس بي دي يا باشمهندس بتاعت مين؟ بتاعت الذوبانيه. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني المفروض ماده صلبه بتتحول الى ايونات. لا، ده انا عايز يا باشمهندس ماده صلبه تتكون، يعني عايز امشي في عكس اتجاه المعادله.
تمام كده، فما فيش مشكلة خالص، بعمل الجدول بتاعي او بعمل الشغل بتاعي عادي خالص، وفي النهاية خالص ببقى فاهم ان انا في النهاية عايز اتحرك في عكس اتجاه المعادلة. المسألة عندي بتقول مجتمع مية الصرف اللي فيه بيصرفها في بحيرة، وكان عايز يشيل الايونات بتاع الفوسفات الموجودة في البحيرة دي باستخدام كبريتات الالومنيوم، يبقى عايز يتخلص من ايونات الفوسفات بان عن طريق اللي هو يرسبها في صورة راسب من فوسفات الالومنيوم، وقيمة الكي اس بي بتاع الراسب ده او بتاع فوسفات الالومنيوم اللي عندي كان عند درجة حرارة 25، كم قيمتها؟ ب1.3 × 10^10^20. عايز يعرف كمية او كتلة كبريتات الالومنيوم اللي هو يضيفها عشان يحقق الغرض ده، وكان عايز يعرف الكمية دي لكل متر مكعب من المية، علما بأن تركيز الفوسفات اللي في البحيرة هو عايزه ما يزيدش عن 10^12. فكرة المسألة هنا ايه؟ فكرة المسألة ان في عنده ايونات فوسفات البي او 4 سالب 3 موجودة في البحيرة اللي عنده، فعايز يشيل الايونات دي. يشيلها ازاي يا باشمهندس؟ عن طريق ان هو يرسبها، يرسبها في صورة راسب من الاي ال بي او 4. طيب عشان الراسب ده يتكون يلزمك ايه يا باشمهندس؟ يلزمني ايونات الفوسفات اللي هي موجوده في البحيره، ويلزمني ايونات الالومنيوم. طب اجيب ايونات الالومنيوم دي منين؟ قال لك بضيف ماده تانية خالص اللي هي كبريتات الالومنيوم اي ال اس او 4. الماده دي بتتفك الى ايونات الومنيوم وايونات للكبريتات اللي عندك، تمام؟ طيب ايونات الالومنيوم اللي هنا تتحد مع ايونات الفوسفات اللي عندك تكون لك مين؟ تكون لك الراسب ده. يبقى انا فايده كبريتات الالومنيوم هي ايه؟ فايدتها ان هي تزود لي او توفر لي الايونات بتاع الالومنيوم اللي هتتحد مع ايونات الفوسفات اللي موجوده في البحيره عشان اعرف اكون الراسب اللي عندي اللي هو فوسفات الالومنيوم. لحد هنا في مشكله؟ طيب انا عايز اعمل ايه؟ عايز احسب الكميه اللي انا هضيفها دي، بحيث في الاخر خالص تركيز الفوسفات اللي في البحيره عندي ما يزيدش عن 10^12 اللي هو الرقم اللي هو مديه لي هنا ده. اعمل الموضوع ده ازاي؟ تعالى كده نشوفها مع بعض نعملها ازاي بالقوانين. الحل بتاعنا زي ما قلنا، اول حاجه نكتب المعادله اللي عندي، ومفتاح الحل دايما في المسائل دي هو قيمه الكي اس بي. مديها لك لايه؟ هو قيمه الكي اس بي عندي مديها لي فوسفات الالومنيوم، يبقى اكتب معادله فوسفات الالومنيوم. المعادلة عندي بتقول فوسفات الالومنيوم بيتحل الى ايونات الومنيوم وايونات فوسفات، قيمة الكي اس بي ب1.3 × 10^10^20. المفروض قيمة الكي اس بي بتساوي تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات. المتفاعلات عندي كانت سوليد بعوض بواحد، يبقى المعادلة في الاخر خالص الكي اس بي بتساوي تركيز الالومنيوم في تركيز الفوسفات. التركيزات دي كلها زي ما قلنا عند الاتزان، ولو عايز اعرف تركيزات الاتزان بروح اعمل الجدول بتاعي. الجدول بكتب فيه المواد اللي عندي كلها، ببتدي اول حاجه اقول التركيز الابتدائي. الماده دي كانت عندي سوليد، ما تفرقش معايا التركيز الابتدائي في حاجه، هنا كان صفر وهنا كنا بنحط صفر. بعد كده اقول التغير في التركيز من المعادله الموزونه، الاقي النسبه بتاعتي 1 لـ 1 لـ 1، يبقى هنا سالب اكس وهنا اكس وهنا اكس. التركيز النهائي عند الاتزان، يبقى هنا الماده دي كانت سوليد ما تفرقش معايا، هنا اكس وهنا اكس، والمفروض ايه؟ اعوض واجيب قيمه الاكس وهكذا. طب يا باشمهندس الكلام ده صح ولا غلط في المساله عندي؟ هقول لك الكلام ده في المساله دي مش مظبوط كده. ليه يا باشمهندس؟ ان المفروض انت بتعمل عمليه ترسيب، يعني الايونات هي اللي بتتحول لمين؟ لماده صلبه، يعني هنجيب الموضوع بالعكس. طب لو انا كتبت بالصوره دي معناها ايه؟ معناها ان ايونات الفوسفات اللي عندك كلها هتتحد مع ايونات الالومنيوم وتكون لك الماده الصلبه بتاع فوسفات الالومنيوم. هل هو قال لك كده في المساله؟ لا طبعا، هو الراجل قال لك مسموح لك تبقي كميه من ايونات الفوسفات مقدارها 10^12، يعني المفروض الكميه هنا يتبقى منها شويه من التفاعل. طب عشان ابقي الكميه دي يبقى لازم تظهر عندي هنا كده. طب اظهرها هنا ازاي يا باشمهندس؟ عن طريق اللي انا اضيفها في البدايه خالص وتظهر عندي فين؟ في النهايه. يبقى المفروض التركيز بتاع الفوسفات عندي عند الاتزان هيبقى اكس زائد 10^12، تركيز الالومنيوم باكس، تقوم الكميه الاكس اللي هنا تتحد مع الكميه الاكس اللي هنا تكون لك ماده صلبه
من فوسفات الالومنيوم، والجزء المتبقي ده هو اللي يفضل عندك في البحيره زي ما هو ايه كان قايل لي في الاول. يبقى لو جيت اعوض في التركيزات في المعادله في النهايه خالص، هقول الكي اس بي اللي هي ب1.3 في 10 سالب 20 هتساوي عندي الاكس اللي هو تركيز ايونات الالومنيوم في ال10 سالب 12 زائد الاكس اللي هو تركيز ايونات الفوسفات. اعمل المعادله التربيعيه بتاعتي، بعد كده احل المعادله، اجيب الاكس 1 واجيب الاكس 2، الاكس 2 طلعت بالسالب يبقى مرفوضه، الاكس 1 عندي ب1 بوينت 1.35 في 10 اس سالب 10. الاكس 1 دي بتعبر عن ايه يا باشمهندس؟ من المعادله اللي عندي الاقي ان الاكس دي بتعبر عن تركيز ايونات الالومنيوم، يبقى تركيز الالومنيوم اللي عندي هيساوي 1.135 في 10 اس سالب 10 مولاريتي اللي هي مول لكل لتر. طيب هعمل ايه بتركيز الالومنيوم يا باشمهندس؟ هو الراجل كان عايز مني تركيز كبريتات الالومنيوم، وانا معايا الالومنيوم يبقى اقدر اعمل نسبه وتناسب واجيب تركيز او اجيب قيمه كبريتات الالومنيوم على بعضها. المفروض ان كل واحد مول من كبريتات الالومنيوم كان بيحتوي على 2 مول من الالومنيوم. انا عندي بالنسبه لواحد لتر الكميه اللي معايا كانت كام يا باشمهندس؟ الكميه اللي معايا كانت هنا 1.135 في 10 اس سالب 10. يا ترى الكميه دي تطلع لي كام مول من الالومنيوم بالنسبه والتناسب اطلع كميه المولات او عدد المولات بتاع كبريتات الالومنيوم. يطلع عندي الكميه اللي عندي بالنسبه لواحد لتر تطلع ب 5.675 في 10 اس سالب 11 مول لكل لتر. طب الراجل عايز لكل متر مكعب، الراجل عايز ايه يا باشمهندس؟ لكل متر مكعب، وعايز القيمه اللي عنده بالوزن، يعني عايز الايه؟ الماس او الكتله. عشان اجيبها لكل متر مكعب هضرب الاول في 1000 عشان احول اللتر الايه؟ لمتر مكعب. يبقى ضربت فين؟ في 1000. طب عشان اجيبها يا باشمهندس لكل جرام عندي هضرب في الام ام. الام ام عندي بكام؟ الام ام عندي اروح احسبها على جنب تطلع 2 في 27 زائد 3 في 32 زائد 4 في 16 تطلع ب 342. يبقى انا هضرب في الام ام عشان احولها لايه؟ لكتله. وهضرب في 1000 عشان احولها من لتر لمتر مكعب. يطلع عندي في النهايه خالص الوزن بتاعي ب 1.94 في 10 اس سالب 5 جرام لكل متر مكعب. مساله عندي ثانيه بتقول اول خطوه في اعداد معدن المغنيسيوم ان هو بيرسب هيدروكسيد المغنيسيوم من ميه البحر عن طريق ان هو بيضيف هيدروكسيد الكالسيوم لميه البحر. الهيدروكسيد الكالسيوم بيوفر له مصدر من ايونات الهيدروكسيد، والراجل مديني معادله الذوبانيه بتاع هيدروكسيد المغنيسيوم بقيمه الكي اس بي ب1.5 في 10 اس سالب 11. بيقول لي تركيز ايونات المغنيسيوم في ميه البحر كان 0.0537 مولاريتي. عايز يعرف اول حاجه هل فعلا هيحصل ترسيب لهيدروكسيد المغنيسيوم ولا لا. لو انت ضفت الموضوع ده وكان عندك تركيز مقداره 0.001 مولاريتي من ايونات الهيدروكسيد. السؤال الثاني او الجزئيه الثانيه بيقول لك لو حصل ترسيب عايز يعرف كتله هيدروكسيد المغنيسيوم اللي هتتشال لكل 100 لتر. الحل بتاعنا اول خطوه طبعا بنكتب المعادله. المعادله اللي عندي هو كان مديني قيمه الكي اس بي زي ما قلنا دي مفتاح الحل، مديها لي الهيدروكسيد المغنيسيوم، فاكتب معادله هيدروكسيد المغنيسيوم. اول سؤال عندي كان بيقول هو هيحصل ترسيب ولا مش هيحصل ترسيب؟ هو الترسيب موجود فين يا باشمهندس؟ الترسيب عندي موجود في المتفاعلات. طب عشان اروح للترسيب محتاج امشي في عكس سير المعادله اللي عندي، يعني امشي في الاتجاه العكسي. طب امتى المعادله اللي عندي تتحرك في الاتجاه العكسي؟ هتقول لي يا باشمهندس المعادله تتحرك في الاتجاه العكسي لو كان قيمه الكيو سي اكبر من قيمه الكي اللي كانت موجوده عندي. يبقى انا عشان اعرف هل هيحصل ترسيب ولا لا هروح احسب قيمه الكيو سي اللي عندي. الكيو سي بتساوي كام؟ تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات. طب فين تركيز النواتج يا باشمهندس؟ هو مديني القيمه هنا بوينت 0.537 ومديني القيمه هنا بواحد من 1000. اعوض واجيب قيمه الكيو سي، هلاقي قيمه الكيو سي اللي عندي ب 5.37 في 10 اس سالب 8، طبعا اكبر بكتير من قيمه الكي اس بي، فبالتالي التفاعل بتاعي يتحرك في الاتجاه العكسي وبالتالي يحصل ترسيب للهيدروكسيد المغنيسيوم. ده كده اول جزء او اول ايه سؤال كان عندي. السؤال الثاني هو عايز يعرف كميه هيدروكسيد المغنيسيوم اللي هتتشال لكل 100 لتر. اعرف الموضوع ده ازاي بقى يا باشمهندسين؟ اعرفه عن طريق
الذوبانية. طب الذوبانية اللي عندي بتحسب التركيزات عند الاتزان. طب اجيب التركيزات عند الاتزان ازاي؟ زي ما قلنا بنعمل جدول نحط فيه المواد الموجودة اللي عندي وتتبع التفاعل لحد حالة الاتزان. اول حاجة عندي التركيز الابتدائي، المادة هنا كانت سوليد، التركيز الابتدائي هنا كان صفر وصفر، هنا التغير في التركيز لحد ما اوصل للاتزان. من المعادلة الموزونة كانت النسبة 1:1:2، يبقى هنا سالب اكس، هنا اكس، وهنا موجب 2x. التركيز النهائي عند الاتزان هنا مادة سوليد ما تفرقش معايا، هنا اكس وهنا 2x. يبقى المفروض قيمة الكي اس بي اللي عندي هتساوي كام دلوقتي يا باشمهندس؟ هتساوي اكس اس 1 مضروبة في 2x اس 2. اعوض بالمعادلة دي كده هيطلع عندي معادلة تكعيبية مقدارها 4x تكعيب بيساوي 1.5 × 10 في سالب 11. احل المعادلة دي واجيب قيمة الاكس 1 تطلع بواحد 55 في 10 أو سالب 4 مولاريتي. الاكس 2 والاكس 3 بنفس القيمة بسالب 7 77 في 10 أو سالب 5. طبعا الاتنين بالسالب، الاتنين ايه؟ مرفوضين عندي. يبقى قيمة الاكس بكام؟ بواحد 55 في 10 أو سالب 4. هي الاكس دي يا باشمهندس كانت بتاعتي، هلاقي ان الاكس اللي عندي كانت عبارة عن كمية الام جي او اتش باي 2 اللي حصل لها ذوبان على اساس ان انا شغال في الاتجاه ده. طب لا، ده المعادله عندها تمشي في الاتجاه العكسي، يبقى دي كميه هيدروكسيد المغنيسيوم اللي حصل لها ترسيب. كميتها كام؟ باكس اللي هي 1.55 × 10 سالب 4 مولاريتي، يعني مول لكل لتر. انا عايزها يا باشمهندس كتله لكل 100 لتر. اجيبها ازاي؟ عشان احولها لكتله اضرب في الام ام، عشان اجيبها لكل 100 لتر اضرب في 100. يبقى اجيب الاول الام ام اللي عندي، الام ام ب 24.3 زائد 2 في 16 مع الواحد يطلع عندي ب 58.3 جرام لكل مول. يبقى اجي هنا كده اضرب التركيز اللي عندي في الام ام وبعد كده اضربه في 100 عشان اجيبه لكل 100 لتر، يطلع الرقم بتاعي 0.94 جرام لكل 100 لتر. هنتكلم دلوقتي عن موضوع جديد اسمه السوفتنس والهاردنس للميه. يعني ايه عصر الميه؟ عصر الميه معناه تواجد املاح الكالسيوم والمغنيسيوم في الميه. والهاردنس عندي عباره عن مقياس لقدره الميه اللي عندي على ترسيب الصابون، وبيكون السبب الرئيسي في الموضوع ده هو تواجد املاح او ايونات الكالسيوم والمغنيسيوم زي ما قلنا. بفرق بين السوفتنس والهاردنس في ايه؟ الهاردنس عندي معناه تواجد ايونات الكالسيوم والمغنيسيوم، وبالتالي بلاقي ان الميه اللي عندي بتكون ايه؟ معكره ومش رايقه، على عكس الميه السوفتنس بتكون الميه عندي رايقه ما فيش فيها ايه؟ مشاكل. كميه البابلز اللي عندي في الميه السوفتنس بتكون عاليه قوي، وبالتالي في السوفت ووتر بلاقي لو انا بستخدم في موضوع الغسيل بلاقي ان الميه بتكون رغاوي كبيره جدا او كتيره جدا مع الصابون، على عكس الهاردنس بلاقي ان الصابون عندي ما بيحصلش ليه رغوه او ما بيعملش رغاوي لانه بيترسب مع الهاردنس ووتر او الهارد ووتر. طيب برتب المواد اللي عندي او الميه اللي عندي على حسب درجه الهاردنس بناء على تركيز ايونات الكالسيوم. فالميه السوفت اللي عندي بلاقي تركيز ايونات الكالسيوم اقل من 17.1، من 17.1 ل 60 بيبقى سلايتي لهارد، وهكذا لحد ايه؟ ما اوصل لايه؟ اعلى قيمه اللي هي 180 فما فوق، بتكون الميه اللي عندي ميه عسره بنسبه كبيره. طب الموضوع ده يا باشمهندس هيفرق معايا ايه؟ يعني هيفرق معايا في موضوع الصابون بس يا سيدي؟ مش هغسل ايدي بالصابون خالص. لا، يفرق معايا يا باشمهندس ان العصر بيسبب مشاكل تانيه كتيره. ايه المشاكل بقى اللي العصر بيسببها؟ اول حاجه عندي بيعمل مشاكل او بيعمل تآكل في السخانات المياه اللي عندي والمواسير الموجوده، تمام. تاني حاجه عندي بيعمل تآكل في مولدات البخار او انظمه توليد البخار اللي عندي، وبيعمل عندي زياده لنقطه الغليان بتاع المياه، لان احنا قلنا قبل كده ان المياه لما تكون موجوده في الصوره النقيه لها درجه غليان، ولما تكون موجوده في صوره محلول لها درجه غليان مختلفه. لما يكون عندك املاح موجوده جوه المياه فبالتالي بقى في عندك محلول، فبالتالي نقطه الغليان اللي عندك بتزيد. رابع حاجة عندي طبعا اللي هو بيستهلك كميات صابون كبيرة في موضوع الغسيل وموضوع التنظيف، تمام. طب يا باشمهندس المياه العسرة دي لو جينا نشوف السكيل بتاعها على مستوى العالم هنلاقي ان حوالي 85% من المياه المتوفرة للناس على مستوى العالم بتكون مياه عسرة، تمام، و 30% بس منهم بيستخدموا سوفتنر او بيعملوا
يسر المية، يعني بيخلوا المية اللي عندهم قابلة للإيه؟ للاستخدام، والباقي كله بيستخدم المية وفيها إيه؟ فيها أيونات الكالسيوم والمغنيسيوم بالتركيزات العالية. طبعا أيونات الكالسيوم والمغنيسيوم مفيدة لجسم الإنسان بنسب معينة، لو النسب دي زادت في المية بتبقى مضرة لجسم الإيه؟ الإنسان. طب إحنا عايزين نعمل إيه يا باشمهندس؟ عايزين نعرف إزاي نتغلب على المشكلة بتاع عسر المية أو الهاردنس بتاع المية. يعني إحنا عايزين نعمل دلوقتي سوفتنس للمية. نشوف الأول أنواع عسر المية اللي عندنا. أول نوع اللي هو الكربونايت هاردنس، العسر المؤقت رمزه CH. النوع ده بينتج من تواجد أملاح أو أيونات الكربونات والبيكربونات للكالسيوم والمغنيسيوم. يعني لو عندي بيكربونات كالسيوم أو بيكربونات مغنيسيوم، ده كده بيسبب لي عسر مؤقت. بنسميه عسر مؤقت ليه؟ لأن أنا ممكن أشيله بسهولة عن طريق التسخين. يعني لو عندي بيكربونات الكالسيوم بتكون موجودة في صورة أيونات كالسيوم موجبة وأيونات البيكربونات السالبة، لو عملت لها عملية تسخين بتتحول إلى كربونات الكالسيوم في صورة مادة صلبة، وبالتالي برصب الإيه؟ الأيونات دي وبتخلص من موضوع الهاردنس. تاني نوع عندي وهو النون كربونايت هاردنس، العسر الدائم رمزه NCH، وده اللي بينتج نتيجة تواجد أملاح أو أيونات الكالسيوم والمغنيسيوم من غير الكربونات. يعني عندي مثلا كبريتات كالسيوم، عندي كلوريد كالسيوم، كبريتات مغنيسيوم، عندي كلوريد مغنيسيوم وهكذا. العسر ده بنسميه عسر دائم لانه ما بيتشالش عن طريق التسخين. طيب يا باشمهندس، الحسابات بتاع الهاردنس اللي عندي او كميات الهاردنس، اول حاجه عندي التوتال هاردنس. التوتال هاردنس اللي هي العسر الكلي اللي عندي بينتج منين؟ العسر اساسا جاي من املاح الكالسيوم والمغنيسيوم، يبقى التوتال هاردنس عندي عباره عن مجموع ايونات الكالسيوم وايونات المغنيسيوم. يبقى القانون بتاعي TH بيساوي summation لل CA بلس 2 زائد ال MG بلس 2. طب الكربونايت هاردنس يا باشمهندس، لا الكربونايت هاردنس ده جاي من الكربونات والبيكربونات اللي احنا بنسميها الالكلينتي اللي هي القلويه. يبقى الكربونايت هاردنس عندي بيساوي البيكربونات ويساوي الكربونات. يبقى ال CH عندي بيساوي مجموع ايونات البيكربونات وايونات الكربونات. طب النون كربونايت هاردنس اللي هو العسر الدائم اللي عندي، العسر الدائم المفروض بيساوي الفرق ما بينهم، بيساوي التوتال ناقص المؤقت اللي عندي. يبقى ال NCH بيساوي توتال هاردنس ناقص الكربونايت هاردنس. في عندي حالة خاصة، الحالة الخاصة ان في بعض الاوقات ممكن الاقي قيمة ال CH من الحسابات اعلى من قيمة ال TH، يعني الكربونايت هاردنس اعلى من التوتال هاردنس. في الحالة دي باخد قيمة الكربونايت هاردنس هي التوتال هاردنس اللي عندي، وبقول في الحالة دي ان النون كربونايت هاردنس بيساوي صفر. نظرة سريعة على القوانين اللي عندي، القوانين اللي عندي كل اللي يهمني فيها دلوقتي اربع ايونات، ايونات الكالسيوم وايونات المغنيسيوم وهنا البيكربونات والكربونات. تمام كده؟ الاربع ايونات دولت هم اللي داخلين معايا في حسابات الهاردنس. طب لو عايزين نحسب يا باشمهندس تركيز كربونات الكالسيوم المكافئ، عندي الهاردنس بتتحسب عموما كوزن مكافئ من كربونات الكالسيوم. بنقول يا باشمهندس ان الوزن المكافئ بتاع كربونات الكالسيوم بيساوي وزن الماده الاساسي مضروب في حاجه اسمها الايكوفلنت ويت بتاع كربونات الكالسيوم على الايكوفلنت ويت بتاع ايه؟ الماده الموجوده. الايكوفلنت ويت اللي هو الوزن المكافئ بيساوي كتله المول بتاع الماده على حاجه اسمها الفالنس او الزد. يبقى الايكويفالنت اللي عندك بتساوي الام ام على الزد. الزد اللي عندك بيعبر عن التكافؤ وبيكون معطى ليك في المساله، او ممكن تكون القيم موجوده في جدول مباشر على طول الايكويفالنت ويت زي ما هنشوف كده. على سبيل المثال لو جينا نشوف الايكويفالنت ويت بتاع كربونات الكالسيوم، هنلاقي كربونات الكالسيوم اللي عندي هنا الصيغه بتاعتها CaCO3، الوزن المول بتاعها ب 100، الايكويفالنت ويت بكام؟ ب 50، لان التكافؤ بتاعها ثنائي، يبقى 100 على 2 بكام؟ ب 50. لو خدنا ماده ثانيه زي ايونات المغنيسيوم، هنلاقي ايونات المغنيسيوم المولكيولر ماس بتاعتها ب 24.3، التكافؤ بتاعها ثنائي، يبقى 24.3 على 2 يطلع الايكويفالنت ويت ب 12.2 وهكذا. لو جينا ناخد مثال على التحويله اللي عندي بتاع الوزن المكافئ، لو قال لي حول الوزن اللي عندك بتاع 10 مللي جرام لكل لتر من ايونات المغنيسيوم لوزن مكافئ من كربونات الكالسيوم، هقول له يا باشمهندس المفروض الايكويفالنت ويت اللي عندي بتاع كربونات الكالسيوم بيساوي الام ام على الزد. الام ام بنحسبها ازاي؟ زي ما قلنا 1 في 40 زائد 12 بتاع الكربون زائد 3 في كام؟
في 16 بتاع الاكسجين واقسم بعد كده على الزد، او اجيبها مباشرة على طول زي ما قلنا من الجدول ب50 مرة واحدة. يبقى الاكويفالنت ويت بتاع كربونات الكالسيوم ب50، نفس الكلام بتاع ايه الايونات بتاع المغنيسيوم كان ب24.3 من 10 على 2 اللي هو 12 و15 من 100، او ممكن نشتغل بالرقم التقريبي اللي هو 12 و2 على طول. الكتلة بتاع ايونات المغنيسيوم كوزن مكافئ من كربونات الكالسيوم بتساوي كام بقى يا باشمهندس؟ بتساوي الوزن الاساسي اللي عندي اللي هو 10 مللي جرام مضروب في الايكويفالنت بتاع كربونات الكالسيوم اللي هي ال50، وبعد كده اقسمه على الايكويفالنت بتاع مين؟ ايونات المغنيسيوم. يبقى اي وزن عندي بيساوي الوزن الاساسي مضروب في الوزن المكافئ بتاع كربونات الكالسيوم على الوزن المكافئ بتاع الماده اللي عندي، يطلع في النهايه خالص ب41.15 مللي جرام لكل لتر كوزن مكافئ من كربونات الكالسيوم. يعني ايه يا باشمهندس الجمله دي؟ الجمله دي معناها ان كل 10 مللي جرام ايونات مغنيسيوم تكافئ او تعادل 41.15 مللي جرام كربونات كالسيوم. يبقى التأثير بتاع ال 10 مللي جرام بيعادله تأثير 41.15 مللي جرام كربونات كالسيوم. طب لو عايزين نعمل ازالة لعصر المية، نعمل الازالة دي ازاي؟ هو اساسا العصر كان جاي نتيجة وجود املاح او ايونات المغنيسيوم والكالسيوم في المية، فلو عايز اشيل عصر المية اللي عندي يبقى ارصب الايونات دي. برصبها عن طريق ان انا بضيف اللايم اللي هو الجير اللي هو بيكون في صورة هيدروكسيد كالسيوم او اكسيد الكالسيوم، وعن طريق ان انا بضيف الصودا اش اللي هي كربونات الصوديوم. التفاعلات اللي بتتم عندي لازالة الهاردنس هتكون كالتالي. اول معادلة عندي بلاقي ان ثاني اكسيد الكربون بيتفاعل مع الجير او هيدروكسيد الكالسيوم الموجود بيديني كربونات كالسيوم ومية. طبعا ثاني اكسيد الكربون ملوش اي علاقة بموضوع الهاردنس، بس الفكرة اللي هنا ان ثاني اكسيد الكربون بيتفاعل بشراهة او بيتفاعل بنسبة كبيرة مع الجير الموجود عندي. فانا لو جيت اضيف جير للمية اللي فيها عصر وكان عندي المية دي موجود فيها نسبة من ثاني اكسيد الكربون، اكيد هيستهلك كمية من الجير فلازم اخدها معايا في الاعتبار. طيب تفاعلات الهاردنس بقى يا باشمهندس، اول حاجة الاقي لو في عندي بيكربونات للكالسيوم بتتفاعل مع الجير مفيش فيها مشكلة خالص، بتكون لي مادة من كربونات الكالسيوم، المادة دي الذوبانية بتاعتها بتكون قليلة فبالتالي تتحول لمادة صلبة وتترسب. طيب نفس الكلام على البيكربونات بتاع المغنيسيوم، هلاقي برضو ان الجير بيحول البيكربونات بتاع المغنيسيوم الى كربونات مغنيسيوم وكربونات كالسيوم. كربونات الكالسيوم زي ما قلنا بتكون مادة صلبة بتترسب، كربونات المغنيسيوم بتكون لها درجة ذوبانية عالية فلسه موجودة في صورة ايونات زي ما هي، بضطر اضيف لها كمية تانية من الجير عشان احولها لمادة مترسبة، فبضيف لها كمية من الجير تتحول الى كربونات كالسيوم وهيدروكسيد مغنيسيوم، الاتنين الذوبانية بتاعتهم قليلة فبالتالي يحصل لهم ترسيب وتخلص من الايونات بتاع الكالسيوم والمغنيسيوم اللي كانت موجودة في البيكربونات هنا وهنا. طب لو عايز اشيل كبريتات المغنيسيوم، بلاقي ان كبريتات المغنيسيوم ممكن اشيلها برضو باستخدام الجير، لان الجير عندي مع كبريتات المغنيسيوم بيطلع لي كبريتات كالسيوم وهيدروكسيد مغنيسيوم. طبعا كده تخلصت من ايونات المغنيسيوم اللي عندي، بس الاحظ ان انا حولت دلوقتي الكبريتات بدل ما كانت مع المغنيسيوم حولتها لمين؟ لكبريتات كالسيوم اللي هي بتسبب لي عصر برضو دائم. طب يا باشمهندس ازاي اشيل الكبريتات بتاع الكالسيوم؟ قال لك ما ينفعش تشيلها باللايم. ما ينفعش اشيلها بالايه؟ باللايم. لازم عشان اشيل الكبريتات الكالسيوم اللي عندي اللي انا استخدم صودا اش او ماده ثانيه غير اللايم. فالتفاعل عندي بقول كربونات الصوديوم مع كبريتات الكالسيوم هيديني كبريتات الصوديوم مع كربونات الصوديوم. الماده دي الذوبانيه بتاعتها قليله فبالتالي تترسب. الماده دي طبعا بتكون موجودة في صورة ايونات موجبة وايونات سالبة، وما تفرقش معايا في موضوع الهاردنس لانها ما بتحتويش على اي نوع من الايونات الاربعة اللي احنا قلنا عليهم اللي هم الكربونات والبيكربونات والكالسيوم والمغنيسيوم. المعادلات دي طبعا مش عليا الحفظ بتاعها او مش عليا دراستها، انا بس كاتبها عشان نفهم منها موضوع الهاردنس او ازاي اعمل سوفتنس للايه للمية. يبقى الخلاصة من الموضوع ده كله ان انا عندي بستخدم مادتين، يا اما بستخدم اللايم يا اما بستخدم الصودا اش. اللايم اللي عندي بتشيل لي الكربونايت هاردنس اللي هو العصر المؤقت سواء كان لكالسيوم او مغنيسيوم، وبتشيل لي العصر الدائم بتاع مين؟
بتاع المغنيسيوم بس، انما العصر الدائم اللي عندي اللي هو بتاع الكالسيوم بضطر اشيله بالصودا اش. وباخد في اعتباري وانا بحسب كمية اللايم في البداية ان في عندي غاز ثاني اكسيد الكربون هيستهلك كمية موجودة منين؟ من اللايم. يبقى انا دلوقتي لو عايز احسب كمية الجير المطلوبة هلاقي ان كمية الجير بتساوي الكمية اللي راحت في تفاعل ثاني اكسيد الكربون مع الكمية اللي شالت الكربونايت هاردنس اللي عندي مع الكمية اللي شالت الايونات بتاع الايه؟ المغنيسيوم. يبقى في النهاية خالص هلاقي كمية اللايم بتساوي كمية ثاني اكسيد الكربون مع سي اتش مع كمية ايونات المغنيسيوم. طيب لو عايز احسب كمية الصودا اش اللي عندي، لو عايز احسب كمية كربونات الصوديوم المطلوبة الاقي ان هي كانت بتشيل النون كربونايت هاردنس، يبقى الكمية بتاعتها بتساوي النون كربونايت هاردنس على طول. طب الخطوات بتاعتي يا باشمهندس في الحل، الخطوات بتاعتي اللي انا بحسب التركيزات بتاع الاربع ايونات الرئيسية اللي احنا قلنا عليهم اللي هو الكالسيوم ومغنيسيوم كربونات وبيكربونات، وطبعا لو في ثاني اكسيد الكربون بحسبه معايا عشان بيدخل في ايه؟ في اول معادله. تاني خطوه عندي بحول كل التركيزات دي لوزن مكافئ من كربونات الكالسيوم. تمام؟ بعد ما احول التركيزات كلها لكربونات كالسيوم ببتدي اعمل حساباتي بتاع الهاردنس، توتال هاردنس، كربونايت هاردنس والنان كربونايت هاردنس. الخطوه الرابعه بعد كده ببتدي احسب كميه اللايم اللي انا هحتاجها من المعادله اللي فوق دي وكميه الصودا اللي انا هحتاجها من المعادله اللي تحت دي. بعد ما حسبت الكميات دي منساش ارجع تاني التركيزات بتاعتي من عن طريق تحويل الوزن المكافئ، لان انا كنت طلعتها دلوقتي كوزن او تركيزات من كربونات الكالسيوم، ابتدي احولها بعد كده تاني لوزن ايه؟ لايم ووزن صودا. لو جينا نشوف مساله كده مع بعض، المساله بتقول عايز احسب كميه الجير اللي هو هيدروكسيد الكالسيوم وكميه الصودا اللازمه عشان اعمل سوفتننج ل 50,000 لتر من الميه بتحتوي على كربونات كالسيوم مقدارها 25 مللي جرام لكل لتر، وكربونات مغنيسيوم 144، كلوريد كالسيوم 111، كلوريد مغنيسيوم 95، بالاضافه الى كبريتات الصوديوم ب 15 واكسيد الحديد ب 25، وكان مديني الزد الفالنس بتاع كل المركبات دي ب 2، التكافؤ بتاعها كلها كان ثنائي. الحل بتاعنا زي ما قلنا اول خطوه ان انا بحدد التركيزات بتاع الاربع ايونات الرئيسيه، ولو في عندي غاز ثاني اكسيد الكربون برضو بحسب القيمه بتاعته. طيب هبص كده على المركبات اللي هو مديها لي، هلاقي هو مش مديني الايونات مباشره، ده مديني مركبات. هعمل تحليل للمركبات دي لايونات موجبه وايونات سالبه، ومنها هحسب الايونات الاربعه اللي عندي. طيب اشوف دلوقتي ايه اللي هيخش معايا في التفاعل وايه اللي مش هيخش معايا في التفاعل. يعني عندي كربونات الكالسيوم بتحتوي على ايونات الكالسيوم وايونات الكربونات، انا محتاج الكالسيوم والكربونات، يبقى الماده دي هتخش معايا كلها على بعضها. طب عندي هنا كربونات المغنيسيوم، في كربونات وفي مغنيسيوم، الاثنين انا محتاجهم في الايونات بتاعتي، فتدخل معايا بالجزئين بتوعها بتوع الايونات كاملين. طيب عندي ماده زي دي بتحتوي على كالسيوم وكلورايد، انا محتاج مين؟ محتاج الكالسيوم، الكلورايد مش محتاجه في حاجه، فاروح احسب منه ايه؟ ايونات الكالسيوم فقط. طب وهكذا، الماده دي انا محتاج المغنيسيوم ومش محتاج الكلورايد، فما احسبش الايه؟ الكلورايد. طب ماده زي دي يا باشمهندس مفيش فيها اي نوع من الايونات الاربعه اللي عندي ومفيش فيها ثاني اكسيد الكربون، نفس الكلام الماده دي مفيش فيها اي نوع من الايونات الاربعه اللي عندي، يبقى الماده دي مش هيأثروا معايا في الاردنس، فبالتالي مش هدخلهم معايا فين؟ في الحسابات. تاني ملاحظة برضو لاحظها هنا كده، ان مفيش عندي ايونات بيكربونات او مفيش عندي غاز ثاني اكسيد الكربون، يبقى الراجل وفر عليا، يبقى الجزء ده مش موجود عندي في المسألة والجزء ده مش موجود عندي في المسألة. دلوقتي موجود عندي ثلاث ايونات بس اللي هو الكالسيوم والمغنيسيوم والكربونات. نبتدي اول حاجة بحسابات الكالسيوم، فين المركبات اللي بتحتوي على كالسيوم؟ هلاقي عندي كربونات الكالسيوم هنا وهلاقي عندي كلوريد الكالسيوم هنا. ابدأ اول حاجة بكربونات الكالسيوم، هقول كربونات الكالسيوم اللي عندي كل واحد مول منها كان بيطلع لي واحد مول من الايونات، وزن كربونات الكالسيوم 100 جرام، وزن الكالسيوم لوحده ب 40. طب لو انا عندي 25 مللي جرام يا ترى يطلعوا لي قد ايه يا باشمهندس بالنسبة والتناسب؟ هلاقي القيمة عندي طلعت ب 10 مللي جرام. نفس الكلام هعمله على كلوريد الكالسيوم، هلاقي عندي كلوريد الكالسيوم كل واحد مول كان بيطلع واحد مول من الكالسيوم، الوزن ده كام؟ ب 111، الوزن ده كام؟ ب 40، الاوزان دي طبعا كلها بنجيبها من الجدول الدوري. هنا كان عندي
قيمة أو تركيز مقداره 111، يا ترى يطلع لي قد إيه بالنسبة وتناسب وأحسب القيمة يطلع ب40. يبقى أنا كان معايا 10 مللي جرام من أيونات الكالسيوم من هنا، وعندي هنا 40 مللي جرام من أيونات الكالسيوم، يبقى في النهاية خالص أيونات الكالسيوم عندي تركيزها بكام؟ مجموع الاتنين ب50 مللي جرام. نفس الكلام هعمله على الأيونات بتاع المغنيسيوم. هقول المغنيسيوم عندي موجود في صورة كربونات المغنيسيوم وموجود في صورة كلوريد المغنيسيوم. أبدأ أول حاجة بالكربونات المغنيسيوم، كل واحد مول بيطلع واحد مول. الوزن هنا 84.3، هنا 24.3، كان عندي تركيز مقداره 144، يا ترى يطلع لي قد إيه بالنسبة والتناسب؟ أحسب التركيز بتاعي ب41.5. نفس الكلام هقول كلوريد المغنيسيوم عندي واحد مول بيطلع واحد مول، وزن ده كام؟ وزن ده كده اللي هو 24.3 زائد 2 في 35.5 يطلع لي ب95.3، هنا ب24.3، كان معايا كام؟ كان معايا منه 95، يا ترى يطلع لي قد ايه بالنسبه والتناسب؟ الاقي القيمه عندي 24.2 مللي جرام لكل لتر. يبقى التوتال عندي ايونات المغنيسيوم كام؟ بمجموع الاثنين ب65.7 مللي جرام لكل لتر. نفس الكلام ده هكرره على الايون الثالث اللي عندي اللي هو الكربونات. الكربونات عندي موجوده في صوره كربونات كالسيوم وموجوده في صوره كربونات مغنيسيوم. اول حاجه كربونات الكالسيوم كل واحد مول بيطلع واحد مول، يبقى كل 100 بيطلع 60. عندي هنا 25، يا ترى يطلع قد ايه بالنسبه والتناسب؟ هيطلع عندي 15. المركب الثاني عندي كربونات المغنيسيوم كل واحد مول بيطلع واحد مول، وزن ده كام؟ 84.3، الوزن اللي عندي هنا ب60، كان معايا كام من كربونات المغنيسيوم؟ كان معايا 144، يا ترى يطلع لي قد ايه بالنسبه والتناسب؟ احسبها الاقي 102.5 مللي جرام لكل لتر. يبقى مجموع الكربونات عندي في النهايه ب 117.5 مللي جرام لكل لتر. كده انا حسبت التركيزات اللي عندي بتاع المواد كلها لوحدها. يبقى حتى الان انا طلعت التركيز الايونات اللي عندي، ايونات الكالسيوم كان مقدارها 50 مللي جرام لكل لتر، ايونات المغنيسيوم كان مقدارها 65.7 مللي جرام لكل لتر، وايونات الكربونات كان مقدارها 117.5 مللي جرام لكل لتر. تاني خطوه عندي المفروض احول الايونات دي كلها او التركيزات دي كلها لوزن مكافئ من كربونات الكالسيوم. بنعمل الموضوع ده في جدول، بنكتب الجدول اللي عندي اول حاجه المواد اللي عندي، بعد كده التركيز بتاعها، كتلة المول، بعد كده الوزن المكافئ، بعد كده التركيز كتركيز مكافئ من كربونات الكالسيوم. المواد اللي عندي كان أول حاجة كربونات الكالسيوم، ده المعيار أو المادة اللي أنا بقارن بيها، فبكتبها في الأول خالص. التركيز بتاعها موجود بكام؟ واحد هيقول لي موجود ب25، هقول له لا ماليش دعوة بالتركيز ده، أنا خلاص فككته لكالسيوم وكربونات، أنا هنا كاتبها كمادة مرجعية بجيب بها الوزن المكافئ للمواد اللي عندي كلها. يبقى ما اكتبش التركيز بتاعها هنا خالص، اكتب الام ام بتاعتها ب 100 اللي هي 40 زائد 12 زائد 3 في 16، بعد كده الايكوفلنت ويت بتاعي المفروض هو قال لي الزيت ب 2 يبقى 100 على 2 ب 50. التركيز بتاعي طبعا مش هنكتبه لان زي ما قلت لك الماده اللي بنسب ليها كل المواد الثانيه. طيب اول ماده عندي او اول تركيز عندي اللي هو تركيز ايونات الكالسيوم، كان التركيز بتاعي كام؟ كان التركيز بتاعي 50. طب ايونات الكالسيوم يا باشمهندس الام ام بتاعتها بكام؟ ب 40. الايكوفلنت ويت بكام؟ ب 40 على 2 يبقى ب 20. الكونسنتريشن بقى تركيز ايونات الكالسيوم كوزن مكافئ من كربونات الكالسيوم هيساوي التركيز الاساسي اللي عندي اللي هو ال 50 مضروب في الوزن المكافئ بتاع كربونات الكالسيوم مقسوم على الوزن المكافئ بتاع مين؟ الكالسيوم اللي عندي، يبقى اضرب في 50 على 20 يطلع عندي ب 125. طب ايونات المغنيسيوم التركيز بتاعها كان ب 65.7، الام ام بتاعتها كانت ب 24.3، الايكوفلنت ويت بتاعها كان ب 12.2. لما اجي احسب التركيز كتركيز مكافئ هقول التركيز الاساسي اللي هو 65.7 هضربه في الوزن المكافئ بتاع كربونات الكالسيوم على الوزن المكافئ بتاع ايونات المغنيسيوم، يطلع عندي ب 269.3. نفس الكلام هعمله على ايونات الكربونات اللي عندي، كان قيمة الايونات اللي عندي ب 117.5، الام ام عندي كانت ب 60، الايكوفلنت ويت كان ب 60 على 2 يعني 30. هقول التركيز المكافئ عندي هيساوي التركيز الاساسي مضروب على المكافئ اللي فوق على المكافئ اللي تحت.
يبقى 117 ونص هضربه في 50 على 30 يطلع عندي ب 195.3 مللي جرام لكل لتر. كده انا جبت كل التركيزات اللي عندي بوحده واحده او بوزن مكافئ اللي هو وزن كربونات الكالسيوم. الخطوه الثالثه اللي عندي اللي انا احسب حسابات الهاردنس اللي عندي اللي هو التوتال هاردنس كربونايت هاردنس والنون كربونايت هاردنس. اول حاجه عندي التوتال هاردنس كانت بتساوي مجموع ايونات الكالسيوم والمغنيسيوم، اجمع الاثنين مع بعض الاقي عندي ان التوتال هاردنس بتساوي 125 زائد 269.3 تطلع ب 394.3 مللي جرام لكل لتر، بس التركيز ده كله كتركيز مكافئ من كربونات الكالسيوم. نفس الكلام عندي لما اجي احسب الكربونات هاردنس بيساوي مجموع ايونات البيكربونات وايونات الكربونات. طبعا ما فيش عندي بيكربونات المساله هنا، يبقى الاقي عندي ان السي اتش عندي كانت بتساوي تركيز ايونات الكربونات بس اللي هو كان قيمته 195.3 مللي جرام لكل لتر. برضه عوض في قانون الان سي اتش اللي هي التوتال هاردنس ناقص الكربونات هاردنس يطلع عندي القيمه بتاعتها في النهايه ب 199 مللي جرام لكل لتر كوزن برضو مكافئ من كربونات الكالسيوم. دي كده الخطوة الثالثة عندي في حل المسألة. الخطوة الرابعة ان انا اعمل الحسابات بتاع اللايم والصودا اش. اول حاجة عندي حسابات اللايم المفروض القانون بتاعها بيقول كمية غاز ثاني اكسيد الكربون مع السي اتش مع الام جي بلس 2. طيب عندك ما كانش فيه ثاني اكسيد كربون يبقى تجمع السي اتش مع الام جي. السي اتش كانت طالعة ب 195.3 اجمع عليها تركيز ايونات المغنيسيوم اللي هي 269.3 يطلع عندي 464.6 مللي جرام لكل لتر برضو كوزن مكافئ من كربونات الكالسيوم. طيب انا يا باشمهندس ما ينفعش اقول انا عايز جير مقداره 464 ككربونات كالسيوم، لا انا عايز جير كوزن جير، يبقى ارجع في النهايه خالص احول الوزن ده لوزن طبيعي من الجير اللي عندي، يبقى اعمل عمليه الايكوفالنت ويت بس بالعكس. عشان اعمل الموضوع ده يا باشمهندس محتاج الاول احسب الوزن المكافئ بتاع الجير اللي عندي. الوزن المكافئ بتاع الجير بيساوي الام ام بتاعت الجير على 2. احسب الام ام عندي ب 1 في 40 زائد 2 في 16 زائد 2 في 1 على 2 تطلع ب 37. يبقى وزن اللايم عندي في النهايه خالص هيساوي الوزن ده مضروب في الايكوفلنت ويت بتاع اللايم اللي هي 37 مقسوم على الايكوفلنت ويت بتاع كربونات الكالسيوم اللي هي كانت ب 50 يطلع في النهايه خالص 343.8 مللي جرام لكل لتر. الوزن ده كده كوزن ايه؟ جير. طب الكلام ده كله يا باشمهندس كان للتر واحد بس، هو الراجل عايز مني الكام لتر؟ الراجل عايز مني الكميه المحسوبه ل 50,000 لتر ميه. يبقى اجي اضرب في 50,000 واحول له الرقم بتاعي خالص في النهايه بدل ما كان مللي جرام اخليه بالكيلو جرام يطلع عندي الوزن في النهايه ب 17.19 كيلو جرام. يبقى انا عشان اعمل عمليه سوفتنينج للميه محتاج كميه جير مقدارها 17.19 كيلو جرام لكل 50,000 لتر. نفس الكلام هعمله في حاله الصودا. الصودا اش عندي المفروض القانون بتاعها بيساوي النون كربونايت هاردنس، يبقى القيمه بتاعتي هتساوي 199 مللي جرام لكل لتر بس كوزن مكافئ من كربونات الصوديوم. لا انا عايزه كوزن صودا يا باشمهندس، يبقى الاول اروح احسب الايكوفلنت ويت بتاع الصودا اللي هو Na2CO3، احسب الوزن المكافئ بتاعي اللي هو الام ام واقسمه بعد كده على الزد اللي هي ب 2 يطلع لي ب 53. يبقى كميه الصودا اش عندي في النهايه هتساوي الوزن بتاعي ككربونات كالسيوم مضروب في المكافئ على المكافئ. المكافئ عندي 53 والمكافئ الثاني ب 50 يطلع في النهايه خالص ب 210.94 مللي جرام لكل لتر من الصودا. الكلام ده كله للتر واحد برضو، انا عايز لكام؟ انا عايز ل 50,000 لتر، يبقى اضرب في 50,000 لتر يطلع عندي الكميه في النهايه خالص ب 10.547 كيلو جرام. يبقى انا في النهايه خالص محتاج كميه جير مقداره 17.19 كيلو جرام وكميه صودا مقدارها 10.547 كيلو جرام. طيب في مسائل بيدانو جاي مديني فيها يقول لي مثلا نسبة النقاء بتاع الصودا او نسبة النقاء بتاع اللايم 85% او 95%، تفرق معايا في ايه؟ لو احنا مثلا خدنا الارقام بتاع المسألة اللي فاتت وكملنا عليها، المفروض اللي انا كنت محتاج في النهاية خالص كمية لايم مقدارها 17.19 كيلو جرام وكمية صودا كان مقدارها 10.547 كيلو جرام. لو هو مديني معلومة زي دي تفرق في ايه يا باشمهندس؟ تفرق ان الحسابات بتاعتك انت حاسب انك محتاج كمية لايم مقدارها 17.19% على السن اللايم اللي عندك بيور بنسبة 100%.
طب فعليا او في الحقيقة هو مش ناقي بنسبة 100%، هو ناقي بنسبة كام؟ الراجل مدي لك 85%. يبقى عشان احسب الكمية الحقيقية هقول الكمية اللي انا كنت محتاجها هقسمها على نسبة النقاء، يقوم الرقم بتاعي ايه؟ يزيد شوية. يبقى انا عايز دلوقتي 20.22 كيلو جرام. العشرين واتنين وعشرين من مية دولت نسبة النقاء بتاعهم 85%، معناها ان هيطلع لي منهم لايم نقي مقداره 17.19 كيلو جرام. نفس الكلام لو عايز احسب كمية الصودا اللي عندي هاخد الرقم اللي طلع معايا او اللي انا محتاجه فعليا اقسمه على نسبة النقاء يطلع لي الرقم اللي انا ايه هشتريه او اللي انا ايه هطلبه يجي لي في الموقع. طب في احيانا بيكون مدي لك المسائل بافكار تانية او مدي لك التركيزات بطريقة مختلفة، زي مثلا المسألة دي كده مدي لك ايه؟ قال لك انت عندك قيمة البي اتش اللي موجودة في المية ب 7.2 ومديك تركيزات الكالسيوم والمغنيسيوم صوديوم بوتاسيوم بيكربونات كبريتات كلورايد وهكذا. قال لك طبعا انا عايزك تحدد لي الاول كل التركيزات دي كوزن مكافئ من كربونات الكالسيوم، وبعد كده عايزك في النهاية خالص تحسب لي توتال هاردنس والكربونايت هاردنس والنم كربونايت هاردنس. ومدي لك المعادلة بتاع البيكربونات بتحلل الى كربونات واتش موجب ومدي لك الكي ايه سي بتاعتها. الفكرة هنا ايه؟ طبعا الخطوات بتاعتنا الاربع ايونات اللي داخلين معانا مفيش مشكلة خالص فيهم، موجود عندي معظم الايونات مباشرة على طول فيما عدا الايون بتاع مين؟ الكربونات، ده اللي هيحتاج ايه حساب شوية. طب اعملها ازاي بقى يا باشمهندس او اجيب حساب الكربونات ازاي؟ هو الراجل مدي لك معادله ومدي لك فيها قيمه الكي. المعادله بتقول البيكربونات بتتحلل الى كربونات مع اتش موجب، المفروض عندك الكي بتساوي تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات، يبقى عندك تركيز الكربونات مضروب في تركيز الاتش الموجب على تركيز البيكربونات اللي عندك. الكي عندك بتساوي كام يا باشمهندس؟ الكي عندك بتساوي 10 اس سالب 10. طيب انا عايز ايه يا باشمهندس؟ انا عايز التركيزات اللي عندي، في حاجات مديها لي مباشره وحاجات مديها لي بطريقه غير مباشره. يعني الراجل مثلا مديني تركيز البيكربونات على طول من دول بكام؟ ب 110 مللي جرام لكل لتر، بس انا هنا بعوض بالمولاريتي، يبقى الاول اخد التركيز ده احوله للمولاريتي. احوله للمولاريتي ازاي؟ بان انا اقسم على وزن الواحد مول من الماده، تمام؟ والملي جرام طبعا عشان تحولها لجرام بتضرب في 10 اس سالب 3، يطلع عندي التركيز بتاع البيكربونات ب 1.8 في 10 اس سالب 3 مول لكل لتر. طيب ده كده تركيز البيكربونات. طب تركيز الهيدروجين يا باشمهندس، هو الراجل مديني قيمه البي اتش، انا عارف ان البي اتش بيساوي سالب لوج الهيدرونيوم الموجب او الاتش الموجب، يبقى انا لو معايا البي اتش اقدر اجيب منها تركيز الايه الاتش الموجب، يبقى اروح اقول تركيز الاتش الموجب بيساوي 10 اس سالب قيمه البي اتش يطلع عندي ب 6.31 في 10 اس سالب 8. يبقى انا دلوقتي معايا تركيز البيكربونات ومعايا تركيز الهيدروجين، فاضل عندي الكربونات اقدر اجيبها بسهوله من المعادله اللي عندي دي، يطلع عندي تركيز الكربونات في النهايه ب 2.85 في 10 اس سالب 6، والتركيز عندي هنا بالمولاريتي يعني مول لكل لتر. بعد كده ممكن احول التركيز ده بوحده ملي جرام لكل لتر عن طريق ان انا اضرب في الام ام واحول الجرام لملي جرام عن طريق ان انا بضرب في 1000، يطلع عندي الرقم في النهايه 0.171 ملي جرام لكل لتر. دلوقتي ممكن احول التركيزات اللي عندي كلها لوزن مكافئ من كربونات الكالسيوم واكمل المساله ما فيش فيها مشكله خالص. وبكده نكون وصلنا لنهايه شرح الباب الرابع، اتمنى تكونوا استفدتم من الشرح بتاع النهارده، ولو في اي اسئله او جزء مش مفهوم تقدروا تكتبوا او تسالوا على الكلام ده في التعليقات او على الصفحه الشخصيه، وشكرا لحضراتكم.